السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع ميعادنا مع المحاضرة الرابعة معايا، أو المنهج كتوتة المحاضرة العاشرة والأخيرة بإذن الله، آخر محاضرة بإذن الله معانا في الكورس بتاع Medicinal Chemistry 1. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة برضو لسه هناخد آخر جزء في نطاق الهرمونز. تمام. طبعا احنا كنا اتكلمنا لو تتذكروا في اول محاضرة على تقسيمة الهرمونز اللي هو بالتايد وستيرويدال هرمونز، وقلنا ان الستيرويدال هرمون لو تتذكروا بنقسمها الى 6 هرمونز سواء ميل او فيميل، وبنقسمها الناحية التانية للكورتيكو استرويدز. تمام. فالنهاردة بإذن الله ميعادنا في الكلام على الكورتيكو استرويدز. تمام. طبعا الكورتيكو استرويدز بتخرج من الادرينال جلاند، تمام، وبالتحديد من الادرينال كورتكس. تمام. احنا عارفين ان الادرينال جلاند عباره عن جزئين، ادرينال كورتكس في ادرينال مضله. الادرينال مضله دي بتطلع الكاتيكولامينز اللي هي زي الابنفين والنورابنفين والدوبامين. كاتيكولامين دي اللي هي حرقه بنزين عليها اتنين او اتش لازقين لبعض، او اسف قرصوا لبعض عشان يبقى الكلام ده علمي يعني. تمام. حرق البنزين عليها اتنين او اتش قرصوا لبعض بنقول عليها كاتيكولامينز. فدي اللي منها زي ما هناخد اعتقد هتاخده مع دكتوره مي السنه الجايه ان شاء الله، زي الابنفرين والنور ابنفرين وزي الدوبامين، وهتاخده برضه ان شاء الله يعني هي همزه كده او نبذه عنها في الكورس بتاعي برضه في سنه خمسه ان شاء الله. تمام. ما علينا من الكاتيكولامين، لكن اللي يهمنا اللي هو الجلوكو والمينرال والكورتيكويد اللي بنقول عليها توتالي ادرينو كورتيكويد او كورتيكو استرويد، ودي زي ما اتفقنا بتخرج من الادرينال كورتكس. تمام. والادرينال جلاند كلها بتبقى زي ما احنا شايفين طبعا موجوده فوق الكيدنس. تمام. زي ما احنا شايفين الكورتيكوسترويد بنقسمها الى حاجتين، زي برضه حاجات دي اعتقد انتوا عندكم فكره عنها، بنقسمها للجلوكو كورتيكويد والمينرالو كورتيكويد. طبعا الجلوكو كورتيكويد طبعا مهمه في عمليه الريجوليشن بتاع الكربوهيدرات والليبيد والبروتين الميتابوليزم والبايو سينسز. تمام. اللي يهمني اكتر اكتر ان هي ليها انتي انفلاماتوري ماجيكال ماجيكال فعلا انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، ولكن قصادها زي ما انتم عارفين ليها اضرار كتيره، منها ان هي بتعمل سبريشن للاميونيتي، بتقلل المناعه. تمام. طبعا عندنا الموست بوتنت جلوكوكورتيكويد اللي هيمثل الجلوكوكورتيكويد عندنا حاجه اسمها الكورتيزول. تمام. الكورتيزول او بنقول عليه احيانا الهيدروكورتيزون. الكورتيزول هو الهيدروكورتيزون، ده الموست بوتنت اندوجينس جلوكوكورتيكويد كحاجه ناتشرال موجوده في جسمنا. طيب المينرالوكورتيكويد بقى على العكس، المينرالوكورتيكويد دي بتحافظ على الميه والاملاح في الجسم عن طريق ان هي بتعمل ري ابزوربشن للصوديوم والميه، ترجعهم في الدم، لان اصلا رجوع الصوديوم بيرجع معاها ميه. تمام. وتزود السكريشن بتاعه البوتاسيوم والهيدروجين في اليورين. تمام. فهي بتعمل ري ابزوربشن للصوديوم والميه، وبتعمل سكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايونز في اليورين. تمام. طيب هنا الموست بوتنت اندوجينس مينرالوكورتيكويد اللي هو الناتشرال موجود في اسمنا هو الالدوستيرون. تمام. ده طبعا ده تارجت ان احنا نقفل له ريسبتورز في حالات الهايبر تنسف باذن الله، هناخد الكلام ده بالتفصيل في سنه خمسه. تمام. الشاهد اللي انا عايزك تعرفه ان لما اقول لك جلوكوكورتيكويد اكتيفيتي، فانا بقصد بيها ان اهم حاجه الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بتاعتها بغض النظر عن الاميونيتي اللي بتقل. ولما اقول لك حاجه ليها مينرالوكورتيكويد اكتيفيتي فدي حاجه مش فيفرابل قوي. تمام. لانها بتحبس ميه وملح، ودي حاجه مش كويسه. تمام. طبعا بالنسبه عندنا للناتشرال كورتيكوسترويد هنبدا نتكلم على الجلوكوكورتيكويد. طبعا الموجود اندوجينس في جسمنا بيبقى عندنا ان اكتيف كومباوند اللي هو اسمه الكورتيزون. طبعا يا شباب احنا قلنا لو تتذكروا برضو في اول محاضره ان الكورتيكوسترويد النيوكليوي بتاعتها الستيرويدال النيوكليوي بتاعتها بتبقى ايه؟ استران ولا اندروستان ولا بريجنان ولا كوليستان؟ الناس اللي مذاكره هيقول لي طبعا بريجنان، تبقى عباره عن 21 كربون. جيت تعبت
هتلاقي اهو الاسترويدال وفي تو انجلر ميسايل. بعد كده خلصنا 19 ادي 20 21 تمام، ادي 20 وادي 21. فهي طبعا بتعتبر كل الكورتيكوسترويد بتعتبر برجنان نيوكلس تمام. فانا عندي هنا ده برجنان نيوكلس، ولكن في طبعا كيتو رقم 3 ودبل بوند ما بين 4 و5 تمام. في هنا كيتون في رقم 11 تمام، وهنا في رقم 21 عليها او اتش، في رقم 17 من الفا في او اتش. ده توتالي ده كله على بعض اسمه كورتيزون تمام، ولكنه ان اكتف. بيحصل له اكتيفيشن في الجسم بيولوجيكالي تمام، عن طريق يحصل ريدكشن للكيتون الى او اتش، فيقولوا عليه بدل كورتيزون يقولوا عليه الهايدرو كورتيزون عشان الاتش اللي داخل، اللي احنا بنقول عليه برضو كورتيزول، وده اللي قلنا الموست بوتنت اندوجينس جلوكو كورتيكويد. طبعا ده يعتبر اكتف تمام. ايه الاستراكشرال فيتشرز اللي المفروض تبقى موجوده في الكورتيكو استرويد؟ اول حاجه طبعا لسه قايلينها، لازم يكون الاسترويدال نيوكلير بتاعتي تكون 21 كارون اللي هو برجنان نيوكلاس. الحاجه الثانيه بيكون فيها عاده دبل بوند ما بين 4 و5 تمام، بيكون فيها كيتون او كربونيل جروب في رقم 3 تمام، بيكون فيها في رقم 11، ودي اهم حاجه عندي جدا بالنسبه لي انا كشخصيا لو انا بذاكر، مميزه جدا للكورتيكوسترويد. في رقم 11 هتلاقي فيه يا اما او اتش يا اما كيتون، لو او اتش هتبقى في البيتا اورينتيشن او قد تكون كيتون. يبقى انا لو بذاكر كده مكانكم، جات لي استرويدال نيوكلياي في الامتحان وانت المفروض بتتعرف، بتبص على رقم 11 لقيت فيها او اتش او كربونيل، خلاص انا كده في نطاق الكورتيكوسترويد. يبقى انا السؤال اللي انا بساله لك في نطاق الكورتيكوسترويد. دايما وانت بتذاكر حاول تذاكر بذكاء، ما تذاكرش اللي هو زي يقول لك كده ورك سمارت نوت هارد تمام. فانت المفروض تذاكر بذكاء مش مذاكره وخلاص، هتبقى كل حاجه ليها حاجه مميزه تمام. فانا عندي الكورتيكوسترويد بتتميز او ليها ميزه ان هي فيها او اتش او كربونيل في رقم 11، ودي حاجه كاركترستيك ليها قوي تمام. فدي على طول ميزه تخليك تتعرف على الاستراكشر بتاعها، ان انا بتكلم في نطاق او بسالك في نطاق الكورتيكو استرويد تمام. فزي ما اتفقنا بيكون فيها كربونيل او بيتا او اتش في رقم 11 اللي هو اهو دوت تمام، زي ما اتفقنا دي حاجه كاركترستيك جدا ليها. بيكون فيها بيتا كيتو اول سايد تشين في البوزيشن رقم 17 تمام، اهو ده الكيتو اول سايد تشين وفي البيتا اورينتيشن وعلى الكربون رقم 17، وبيبقى فيه في اخر التشين ديت اللي احنا قلنا بتبقى على الكربونه رقم 21 في او اتش تمام. طيب نتكلم على الناتشرال كورتيكوسترويد. طبعا عندنا اللي هو الموست بوتنت اندوجينس في جسمنا، اتفقنا اللي هو مين؟ الهيدرو كورتيزون تمام، اللي هو الهيدرو كورتيزون. طبعا لو انا عملت استرفيكيشن للاو اتش اللي على رقم 21 ديت باسيتيك اسيد، فبقى باسمه هيدروكورتيزون اسيتيت تمام. فخلي بالك الهيدروكورتيزون ده اللي هو الناتشرال، الهيدروكورتيزون اسيتيت ده الموديفيكيشن اللي انا عملته من بره، لكن مفيش عندنا في جسمنا هيدروكورتيزون اسيتيت ماشي في جسمنا تمام. الموجود في جسمنا ناتشرالي هو الهيدروكورتيزون تمام، لكن ده اللي بنعمله سينثيتيكالي بره تمام، كيميكال سينسز من بره، بنعمل زي ما قلت لكم استرفيكيشن للاو اتش دي باسيتيك اسيد ويديني الهيدروكورتيزون اسيتيت. وطبعا زي ما احنا عارفين موجود في مستحضرات صيدلانيه كتيره جدا طبعا تمام. لو حبيت اسمي الهيدروكورتيزون تمام، لو حبيت اسمي الهيدروكورتيزون، طبعا هنا عندي الفانكشن جروب ايه زي ما اتفقنا في قواعدنا في التسميه، عندي كيتون وعندي الكول. البرايورتي او الاولويه للكيتون ان هي تكون سافكس، واي حاجه ثانيه هتكون بريفكس. وعندي برجنان نيوكليوس وعندي دبل بوند. في حاجه ثانيه عندي في ابنورمالتي؟ لا ما فيش اي ابنورمالتي، خلاص كده التسميه بقت سهله. يبقى عندي كده الاو اتش اولا في رقم كام وكام؟ في عندي في رقم 11 وفي رقم 17 وفي رقم 21، وطبعا في رقم 11 في البيتا، في رقم 17 في الالفا تمام، وفي او اتش ديت اللي هي في رقم 21 لا الفا ولا بيتا فهسكت تمام. فهقول اهو 11 بيتا 17 الفا 21 تراي هيدروكسي، طبعا دي برجنان نيوكلاس، فهقول بريج في دبل بوند في انساتويشن، بقولها بعد النيم بتاعي بتاعت النيوكلياس بتاعتي، فهقول بريج 4 عشان بدايه الدبل بوند 4 ايم تمام. بعد كده اخر حاجه السفكس بتاعي اللي هو الكيتون اللي هو 3
و20 داي او. تمام. طبعا بيعتبروا ان الهيدروكورتيزون هو ستاندرد ادرينو كورتيكويد، بيعتبروه بيستخدموه كستاندرد ادرينو كورتيكويد، حاجه بيقيسوا عليها الجلوكو والمينرالو كورتيكويد اكتيفيتي. ادرينو كورتيكويد ده معناها اللي هي الكورتيكوسترويد بتاعتنا، تمام، نسبه ان هي بتخرج من الادرينال كورتيك زي ما اتفقنا، فبيقول عليها ادرينو كورتيكويد. فالادرينو كورتيكويد اللي هي المينرالو والجلوكو كورتيكويد. الهيدروكورتيزون هو جلوكو كورتيكويد، ولكن وجدوا ان نسبه المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي بتاعته الى الجلوكو كورتيكويد اكتيفيتي بتاعته، يعني بمعنى اخر الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي الى الصوديوم والووتر ريتينشن بتاعته بتبقى بنسبه 1:1. تمام. فعشان كده بيستخدموه كستاندرد اللي بيقيسوا عليه بقى. والله اكتر من المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي اعلى من الهيدروكورتيزون، فيقولوا ده كده اكتر، يبقى ده كده ليه مينرالو كورتيكويد اكتيفيتي، لا ليه انتي انفلاماتوري اكتر من الهيدروكورتيزون، يبقى دي ليه جلوكو كورتيكويد اكتيفيتي احسن. تمام. فده المقياس اللي بيقيسوا عليه هو الهيدروكورتيزون. تمام. اذا احنا عندنا مشكله، واقفين قدام مشكله. طبعا الناس بتوع بقى الميديسنال كيمستري هو اللي لازم يحاولوا يجدوا ليها حل، ان احنا محتاجين نعمل انالوجز للهيدروكورتيزون نزود بيها الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي، بمعنى اخر ان انا ازود الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي واقلل المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي، يعني بمعنى اخر اقلل الصوديوم والووتر ريتينشن. تمام. عن طريق ان انا اعمل ستراكشرال موديفيكيشن واشوف الاكتيفيتي، الاخبار اتحسنت ما اتغيرتش، لا ده بقت اسوأ، اشوف. تمام. اول حاجه قال لك من الحاجات اللي بتحسن بيها الجلوك كورتيكويد اكتيفيتي ان انا لما بدخل دبل بوند ما بين رقم 1 و2، طبعا ده 1 وادي 2، لما بدخل ده الكورتيزول ده الستاندرد بتاعي او الهيدروكورتيزون. تمام. لما بدخل اكسترا دبل بوند هنا ما بين 1 و2 بيقولوا عليها دلتا 1 كورتيكويد، دلتا 1 كورتيكويد دي معناها ان هو دخل دبل بوند زياده ما بين 1 و2. مثال عندنا للحاله ديت او الستراكشر موديفيكيشن ديت، مركب اسمه طبعا احنا عارفينه اللي هو البريتنيزولون. تمام. لو بصيت كده على الستراكشر بتاعه هو هو بالظبط الهيدروكورتيزون، زائد بس ان في دبل بوند اكسترا دبل بوند ما بين 1 و2. تمام. طبعا نفس الكلام لو عملت اسيفيكيشن للاو اتش اللي في رقم 21 بي اسيتيك اسيد هيديني البريدنيزولون اسيتيت. عشان كده احيانا نتيجه هو بس زياده دبل بوند في رقم ما بين 1 و2 عن الهيدروكورتيزون، احيانا بيقولوا عليه 1 دي هيدرو ديريفاتيف من الهيدروكورتيزون، بيعتبروه 1 دي هيدرو ديريفاتيف من الهيدروكورتيزون. زي ما اتفقنا ان هو دلتا 1 ديريفاتيف من الهيدروكورتيزون، خلاص. ليه انتي انفلاماتوري اكتيفيتي كويس وانتي الرجيك وانتي روماتيك. تمام. افضل من الهيدروكورتيزون زي ما اتفقنا نتيجه للستراكشر موديفيكيشن اللي انا عملتها بالدبل بوند الاكسترا دبل بوند اللي انا دخلتها ما بين 1 و2. تمام. زود الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي، بقت افضل في الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي عن الهيدروكورتيزون. تمام. طبعا موجود البريدنيزولون ده في مصطلح مشهور برضه اسمه سولبريد. تمام. ليه اعتقد تركيزات 5 و10 و20 حاجه زي كده. تمام. ايه الحاجه الثانيه برضو ممكن اعمل بيها احسن الجلوكوكورتيكويد او احسن الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بتاعتي؟ قال لك بجانب الدبل بوند الاكسترا دبل بوند اللي هتدخلها، قال لك ايه رايك نجرب نحط كده هالوجين في رقم 9، ونجرب نعمل حاجه نحط برضو كده سبستيتوانت وليكن او اتش او ميثايل في رقم 16. تمام. فعمل عندي موديفيكيشن اهو ان انا بدخل اكسترا دبل بوند ما بين 1 و2 اللي هي زي البريدنيزولون، زائد ان انا بدخل هالوجين. لو في الحاله عندي في تراي امسينولون ده بيدخل الهالوجين بتاعي بيبقى فلورايد في رقم 9 في الالفا اورينتيشن، وبيدخل في رقم 16 في الالفا برضه اورينتيشن اكسترا او اتش. يعني التراي امسينولون هو هو بالظبط الهيدروكورتيزون زايد عليه ثلاث حاجات، اكسترا دبل بوند في رقم بين 1 و2، في هالوجين في الالفا بوزيشن على رقم 9، في هيدروكسيل جروف في الالفا بوزيشن على رقم 16. تمام. بنقول عليه ساعتها التراي امسينولون. طيب ركز معايا بقى، وجدوا ان الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي بتاعت التراي امسينولون، تمام، بتبقى مساويه او ايكوفالنت للبريدنيزولون. تمام.
يعني الجلوكوكورتيكويد او الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بتاعه التراي امسينولون بتبقى ايكويفالنت للبريدنيزولون، ولكن بيتميز عن البريدنيزولون اللي المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي اقل من البريدنيزولون. التراي امسينولون المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي اقل من البريدنيزولون. وجدوا ان السبب في النقص او التحسن اللي حصل في التراي امسينولون ده عن البريدنيزولون هو ديت 16 الفا هيدروكسيل جروب، هي اللي كانت السبب في نقص المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي بتاعت التراي امسينولون. تمام، طبعا التراي امسينولون من الحاجات اللي هي بتستخدم مع الفوليك اسيد انتاجونست في علاج السرايسس. طبعا احنا عارفين السرايسس بيبقى فيه ريدي سكيلز، تمام، تبقى يعني الجهاز المناعي بتبقى حاجه اوتو اميون ديزيز، تمام، بيبقى فيه انفلاميشن شديده زي ما قلنا، بتبقى ريدي سكيلز كده على الجلد. فاحنا طبعا عارفين الانتي فوليتس، وده هنتكلم ان شاء الله برضو عنها بالتفصيل لو في عمر باذن الله في الترم الثاني في الانتي كانسر. احنا عندنا في انزيم مهم جدا برضه دراجابل، ممكن نقول عليه دراجابل ريسبتور، يعني اقدر اعمل له تارجتنج بدراجز، تمام، اسمه الداي هيدرو فوليت ريدكتيز. تمام، ده زي ما احنا عارفين بيعمل يحول الداي هيدرو فوليت الى الاكتيف فورم اللي هو تترا هيدرو فوليت. تترا هيدرو فوليت ده مكون من مكونات او بيكون بيساعد في تكوين الدي ان ايه، فبالتالي لما بقفل الباث واي ده اللي هو تكوين التترا هيدرو فوليت، بالتالي انا بقلل قدرة الخلايا على تكوين الدي ان ايه، وبالتالي بقلل نشاط الخلايا في حالة السرايسس، بقلل الميتوتيك اكتيفيتي بتاعة الابيدرمس، ميتوتيك اكتيفيتي بتاعة الابيدرمس، فبقلل او بساعد في علاج السرايسس. تمام، في وجود بقى التراي امسينولون ده كل اللي انا بقوله ده ميزة الانتي فوليت او الفوليك اسيد انتاجونست. لكن ايه فايده التراي امسينولون كحاجه زي امينو سبريسنت؟ احنا زي ما اتفقنا ان هي حاجات الجلوكوكورتيكويد بتقلل المناعه، فانا ببقى عايز اثبط، تمام، اثبط المناعه نسبيا، تمام، لان زي ما اتفقنا السرايسز يبقى حاله من حالات الاوتو اميون ديزيز. تمام، ركز معايا بقى، احنا في التراي امسينولون دخلنا عن البريدنيزولون، البريدنيزولون كان فيه اكسترا دبل بوند عن الهيدروكورتيزون. التراي امسينولون بقى بجانب الاكسترا دبل بوند بتاعت البريدنيزولون دي، في هنا فلور في رقم زي ما قلنا 9، وفي او اتش في رقم 11، اسف او اتش في رقم 16. طيب الفلورايد اللي هي في رقم 9 ديت، وجدوا ان هي بالرغم ان هي بتزود الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بتاعت الدراج، الا انها من للاسف بتزود المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي، تخليه توصل للكدني ويشتغل. تمام، ولكن وجدوا اللي بيعالج الموضوع ده بقى ويحسن العيب التاني بتاع الفلورايد ده اللي هو الاو اتش اللي قلنا في رقم 16، بتقلل المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي اللي زادت بسبب الاخ ده. الاخ ده عمل ميزه وعيب، عمل ميزه ان هو زود الانتي انفلاماتوري، بس العيب اللي عمله ان هو زود للاسف برضه قصادها المينرالوكورتيكويد او الصوديوم والووتر ريتينشن. اللي عمل ماسكينج او يعني منع العيب دوت بتاع الفلورايد اللي هو الاو اتش اللي في رقم 16، قللت المينرالو كورتيكويد اكتيف، ما بيدخلهوش بمعنى ادق، يعني بتخليه، ممكن نخلي بقى نتكلم بشكل ادق، ان يخلي المركب ده يحصل له ان اكتيفيشن لما بيروح الكدني. تمام، مش عايز ادخلكم في سكه كده يعني ثانيه، بس عشان بس تبقى فاهم السنه الحته يعني ايه اللي بيقلل وبيزود المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي. الاو اتش اللي اتحطت هنا، تمام، لما المركب ده بيوصل للكدني بيبقى خليه سهل جدا يحصل له ان اكتيفيشن، تمام، عن طريق حاجه اسمها سترويدال ديهيدروجينيز، يحول او اتش دي لكيتون ويخليه ان اكتيف في الكدني، فيعملش صوديوم ووتر ريتينشن، فبالتالي يقلل المينرال كورتيكويد اكتيفيتي. ما علينا من هذا، بس عشان تبقى فاهم عايزك تبقى عارف يعني ان الفلورايد دي قصاد اللي هي بتزود الانتي انفلاماتوري بتزود قصادها المينرال كورتيكويد، تمام، ودي حاجه مش حلوه. فالماسك الزياده في المينرال كورتيكويد او الاوفر كم للزياده بتاعه المينرال كورتيكويد هي الاو اتش في رقم 16. تمام، طيب قال لك وجد برضو لو الاو اتش ديت اللي في رقم 16 استبدلتها بميثايل جروب، سواء كانت في الالفا بوزيشن اقول ساعتها عليه ديكسا ايثازون، او في البيتا بوزيشن ساعتها اقول عليها بيتا ميثازون، تمام، ده برضو بيحسن الانتي انفلاماتوري وبيقلل المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي. تمام، تقريبا السكشات موجوده عندكم في الكتاب، بس يعني اعرف بس ان هو بالظبط هو التراي امسينولون،
بس بدل الـ OH ديت في يا اما ميثايل تبقى في الالفا وبقول عليها ساعتها ديكسا ميثازون، او ميثايل في البيتا عشان هي في البيتا فبالنسبه للبيتا بتاعت الميثايل دي فبيقول عليها بيتا ميثازون. تمام. وللعلم يعني الديكسا ميثازون والبيتا ميثازون تقريبا نفس القوه، وان كان بيقولوا البرايورتي اكتر او الافضليه سنه اكتر للبيتا ميثازون ده ان هو يكون اقوى سنه من الديكسا ميثازون. تمام. لكن المهم الشاهد ان اللي في الاثنين المثال اتحط سواء كانت في الالفا او في البيتا زودت الانتي انفلاماتوري وقللت المينرالو كورتيكويد اكتيفيتي. طيب نيجي نتكلم على الاستر ديريفاتيفز للهيدروكورتيزون. طبعا زي ما احنا شايفين ان الهيدروكورتيزون اهو ده الاستراكشر بتاعه، في او اتش زي ما انت فاكرين لسه قايلين في التسميه بتاعته في 3 او اتش، في رقم 11 وفي رقم 17 وفي رقم 21. طب بالعقل كده بالمنطق مين اسهل او اتش ممكن اعمل لها استريفيكيشن ومين اصعب او اتش ممكن اعمل لها استريفيكيشن؟ طبعا من الواضح جدا جدا ان اصعبهم في الاستريفيكيشن هي الاو اتش ده، انه داخل هو في البيتا اورينتيشن ومحاط من ناحيتين بي 2 بيتا انجلر ميثايل، فالدنيا هنا في زحمه جدا. تمام. فبالتالي صعب ان انا اعمل استريفيكيشن على الاو اتش اللي في رقم 11، فكده ما قدامنيش غير اللي هي او اتش في رقم 17 والاو اتش اللي في رقم 21، دي اللي تبقى سسبتبل او تبقى اكسسبل ان انا اعمل لها استريفيكيشن. تمام. ولو حبينا بقى نقول مين اكتر من الثاني، فطبعا من الواضح ان الاو اتش اللي في رقم 21 اسهل في الاستريفيكيشن على الاو اتش اللي في رقم 17 دي في الالفا. تمام. لان هي على نفس الكربون اللي في البيتا اورينتيشن في البيتا كيتو سايد تشين ديت. تمام. لكن ده مع نفسه كده تمام في روقان خالص في اخر التشين، مفيش حاجه مضايقاه، لكن ده سنه في ستيريك اسيد. فلو حبينا كده نرتبهم فده اصعبهم وده صعب جدا نعمل استيفيكيشن، يلي ده ممكن نعمل استيفيكيشن وده ممكن نعمل استيفيكيشن، بس لو حبينا نقول مين اسهل فهيبقى ده طبعا رقم 21 او اتش في رقم 21 اسهل من الاو اتش في رقم 17. تمام. خلاص ده الكلام ده قلناه. طيب لو حبينا بقى نعمل دراجز تمام استرز من الهيدروكورتيزون، حبينا نعمل رابيد اكتنج وحبينا نعمل انترميديت اكتنج وحبينا نعمل لونج اكتنج. تمام. قال لك والله لو عملت استيفيكيشن طبعا في الاو اتش اللي على رقم 21 اللي هي كانت اسهلهم في الاستيفيكيشن ديت، بس بشرط يكون سوليبل استرز. تمام. سوليبل استر يعني ايه سوليبل استر؟ يعني استر معموله في شكل صوديوم او مثلا زي حاجه فوسفيت، صوديوم فوسفيت صلت. تمام. عارفين الفوسفيت ده شكل اشكال استر. تمام. فعملت سوليبل، عملت ملح من الاستر دوت فبيبقى سوليبل استر، فبالتالي نتيجه السوليبيتي بتاعته بيبقى سهل ان هو يدي اكشن في وقت قصير وتمام، وما يقعدش اصلا في الجسم فتره طويله، بيبقى ليه رابيد اونست وشورت ديوريشن اوف اكشن. وده بحتاجه لوجيكالي منطقيا، هحتاجه امتى؟ لما واحد ازماتك عايز الحقه. تمام. الراجل بيموت قدامي ومش هروح اديله دواء عقبال ما بيشتغل بيقعد لي ساعه، كنا الراجل اصلا مات. تمام. فانا بحتاج السوليبل ايستر دي زي ما اتفقنا اللي هي بتبقى صوديوم زي صوديوم فوسفيت ايستر. تمام. ان هي تبقى ووتر سوليبل، توصل في السايت اوف اكشن رابيدلي. تمام. والاكشن بتاعها ما بيقعدش كتير اصلا. تمام. في عليها رابيد اونست وشورت ديوريشن اوف اكشن، وده بنحتاجه للناس الاميرجنسي ازماتيك بيشنتس. تمام. مثال عندنا اللي هو الهيدروكورتيزون صوديوم فوسفيت، او عمل فوسفيت استر وعمل ايه في شكل صولت اللي هو صوديوم فوسفيت صولت. تمام. فقلنا عليه هيدرو كورتيزون صوديوم فوسفيت. تمام. طيب او انترميديت اكتنج يعني وسط. تمام. ما بتقعدش يبقى يكون ليها رابيد اونست ولا هي ليها لونج ديوريشن. انترميديت دي بتبقى مثال عندنا اللي هي الاو اتش اللي في رقم 21 بس تكون مش صوديوم صولت، اسف مش سوليبل استرز، تكون اسيتيت استر. تمام. لما بعمل استيفيكيشن للاو اتش رقم 21 باسيتيك اسيد تمام، ده بيخليها بنقول عليها انترميديت اكتنج هيدروكورتيزون استرز، او بنقول عليها 21 اسيتيت استرز. طيب لو عايز اعمل لونج اكتنج استر، قال لك عندك بقى يا اما في رقم 17 لوحدها تمام، وزي ما اتفقنا ديت حاجه منطقيه لان هيبقى فيها الهيدروليسيس بطيء نتيجه للزحمه اللي هنا، او ممكن 17 و21 داي استر برضه بيبقى لونج اكتنج. تمام. فاللونج اكتنج يا اما 17 استر يا اما
17 و21 داي استر. مثال عندنا للونج اكتنج استر اللي هو حاجه دراج اسمه البيكلوميثازون داي بروبيونيت. تمام، طبعا من اسمه هو عباره عن بيكلوميثازون داي بروبيونيت، بيوحي لك ان في 2 بروبيونيك اسيد عملوا استيفيكيشن للاو اتش اهو اللي في رقم 21 وفي رقم 17. تمام، طبعا البيكلوميثازون لو انت حابب يعني تميزه عن اللي فات هو بالظبط الهيدروكورتيزون، ولكن في رقم 1 و2 نفس الفكره اكسا دبل بوند، في رقم 9 بدل الفلورايد اللي كانت موجوده في ترايم سينولون بقى فيها كلورايد، وافتكر ان هو من اسمه بيكلو السي ال دي عشان فيه كلورايد. تمام، كلورايد بيكلو سي ال او دي. ميثازون تمام يبقى فيه ميثايل زي الديكسا والبيتا ميثازون. تمام، ميثا ميثا يبقى فيه كده في رقم 16 ميثايل، فهو برضو فيه ميثايل في البيتا بوزيشن بتاعت كربون رقم 16. تمام، طبعا هو بريدان نيوكليس اهو زي ما احنا عارفين، وبالتالي عمل استيفيكيشن فري على زي ما قلنا ممكن اعمل استيفيكيشن على رقم 17 ورقم 21، فبيقول عليه ده داي اكزامبل لي داي استر 17 و21 داي استر اللي هو بيكلوميثازون داي بروبيونيت، عمل استيفيكيشن هنا واستيفيكيشن هنا بروبيونيك اسيد. تمام، فيقول عليه ساعتها بيكلوميثازون داي بروبيونيت. طبعا البيكلوميثازون ده لو انا ما عملتش استيفيكيشن بقى هقول عليه بيكلوميثازون بس. طبعا البيكلوميثازون بيبقى موجود في مستحضر مشهور برضه اسمه بيكلو. تمام، ده نيزل سبراي، طبعا بيستخدم توبيكالي، بيستخدموه في علاج الازمه وبرضه في علاج الراينايتس. تمام، ميزه البيكلوميثازون ان هو بس 2% اللي يمتصوا ويروحوا الدم. تمام، ودي طبعا احنا عارفين دي ميزه، احنا عايزين الاكشن يبقى توبيكالي. تمام، يبقى لوكال ما يبقاش سيستميك. تمام، و98% بتبقى توبيكال. تمام، ودي زي ما اتفقنا ميزه ان انا بتجنب النيجاتيف فيدباك بتاعت الكورتيزول على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس. نفس الفكره بتاعت السكس هرمونز، احنا عندنا هايبوثالامس بيتيوتري جونادال اكسس، فاكرين هايبوثالامس السيكونس بتاعي هايبوثالامس بيتيوتري جونادز. تمام، فيقول عليها هايبوثالامس بيتيوتري جونادال اكسس. تمام، لكن هنا بيبقى عندي بقى في حاله افراز الاندوجينس كورتيزونز اللي في جسمنا بتبقى هايبوثالامس بيتيوتري ادرينال جلاند، فيقول عليها بيتيوتري، اسف، يقول عليها هايبوثالامس بيتيوتري ادرينال اكسس. الكورتيزون لما بتزيد بتعمل نيجاتيف فيدباك على نفسها، على مين بقى؟ على البيتيوتري وعلى الهايبوثالامس. تمام، فطبعا لو حصل امتصاص بنسبه كبيره وراح للدم هيعمل نيجاتيف فيدباك ويقلل افراز الاندوجينس كورتيزون. طبعا ده حاجه مش محبذه. تمام، كده الحمد لله خلصنا جزء الهرمون، نبدا نخش في الجزء الثاني بتاع محاضرتنا ان شاء الله، الانتي ثايرويد دراجز. نيجي للثايرويد هرمون. طبعا ايه الاول؟ الثايرويد جلاند. طبعا الثايرويد جلاند زي ما احنا شايفين في الصوره ده الجزء دوت بيبقى عباره عن هايلي فاسكولار فلات ستراكشر. تمام، بيبقى فيه يعني تغطيه دمويه ليه كتيره. تمام، او امداد دموي ليه كتير. تمام، وزي ما انتم شايفين الشكل بتاعه مسطح. تمام، موجوده في الجزء العلوي للتراكية. تمام، القصبه الهوائيه مباشره اسفل اللانكس او اسفل الحنجره. تمام، طبعا الثايرويد جلاند دي بتبقى مصدر ل 2 فاندمنتال ثايرويد هرمونز احنا عارفينهم طبعا وخدتوها قبل كده في كذا مكان، اللي هو الثايروكسين او بنقول عليه التي 4 او التراي ايودو ثايرونين، او احيانا بعض الكتب بتطلق عليه لفظ او اسم لايو ثايرونين او التي 3. مجازا احنا بنقول عليهم التي 3 والتي 4. تمام، دي التو هرمونز اللي هو اكتف، او بلاش نقول كلمه اكتف، الاثنين مش اكتف قوي يعني زي ما هنشوف، التو فاندمنتال هرمونز اللي بيخرجوا من الثايرويد جلاند. طبعا اهميه الثايرويد هرمون طبعا هي مهمه جدا لعمليه النورمال جروث. تمام، وبيدخلوا في بعض الفايتال فانكشن في الجسم زي الميتابوليزم
زي تظبيط حرارة الجسم body temperature، تمام، وتظبيط او يعني كنترول للهارت ريت. اي خلل احيانا فيهم بيؤثر على معدل نبضات القلب، تمام. ركز بقى معايا، بص يا شباب، الثيرويد جلاند ديت فيها بروتين مهم جدا، تمام، اسمه الثايرو جلوبيولين. فيها الثايرويد جلاند فيها بروتين اسمه الثايرو جلوبيولين، تمام. الثايرو جلوبيولين ده بروتين، يعني عباره عن امينو اسيد. الثايرو جلوبيولين دوت بيبقى نازل منه ريزيديوز كده من الامينو اسيد. اللي يهمني بقى الامينو اسيد ده اسمه، اللي هو نازل من الثايرو جلوبيولين، اللي هو فيه كتير امينو اسيد تانيه، بس اللي هو بقى اللي انا يهمني اللي بيحصل عليه كل الشغل اللي هو امينو اسيد اسمه تايروزين، تمام. والاسم ده اعتقد مش غريب عليكم، انتوا اخدتوه في الفارما، تمام. من التايروزين ده لو تذكروا من الحاجات اللي بيحصل لها بري سينابتيك ابتيك، تمام، يدخل على البي في البري سينابس، تمام، ويبدا يتحول للال دوبا وبعد كده الدوبامين والنورابينفرين والابينفرين، تمام. فهو التايروزين ده مش غريب عليكم، تمام. ده الكيميكال استراكشر بتاع التايروزين. مين التايروزين ده؟ ده امينو اسيد. موجود فين؟ موجود على الثايروجلوبين. فين الثايروجلوبين ده؟ في الثايرويد جلاند. حلو الكلام. طيب تيجي الثايرويد جلاند تعمل، يبقى فيها بامب تعمل ابتيك، البامب دي تعمل ابتيك للايودايد من الدم وتدخلها في الثايرويد جلاند. يجي بعد كده انزيم اسمه التي بي او، تي بي بي فور بن او، ده اختصار لكلمه ثايرويد بيروكسيديز من اسمه. يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل اوكسيديشن، يحول فعلا الايودايد اللي الثايرويد جلاند اخدته بالبامب بتاعتها من الدم ويبدا يحوله لي لايودين. وخلي بالك ده اول رول وليس اخر رول للتي بي او. تي بي او ليه ثلاثه فانكشن، تمام، هقولهم اهو. خلاص، يبقى انا عندي الايودايد حصل له ابتيك من الدم للثايرويد جلاند، جه التي بي او دوت حول الايودايد الى ايودين. حلو الكلام. يجي بعد كده التي بي او بقى ده تاني رول ليه، يعمل حاجه اسمها ايودايد اورجانيفيكيشن، تمام، اللي هو يعمل ايه؟ يعني ايه ايودايد اورجانيفيكيشن؟ يعمل اديشن للايودايد على الاورجانيك مولكيول بتاعي او الاورجانيك امينو اسيد ده اللي هو التايروزين. فاما يدخل جزء، اسف، ذره يود واحده، تمام، يدخل ذره يود واحده ويديني حاجه اسمها الام اي تي او المونو ايودو تايروزين. نسبه اهو الاسم واضح، ده تايروزين ودخل عليه يود واحده بالتي بي او، تمام، فاداني مونو ايودو تايروزين. او يدخل عليه ذرتين يود على التايروزين ده ويديني حاجه اسمها الداي اي، اسف، الدي اي تي او الداي ايودو تايروزين، داي ايودو تايروزين، نسبه ان هو تايروزين وعليه تو ايودايد مولكيولز على حلقه البنزين، تمام. حلو الكلام. طيب يجي برضو التي بي او وده ثالث فانكشن ليه اهو، يعمل كابلنج ما بين يا اما الدي اي تي مع الام اي تي، تمام، يعمل كابلنج بين ده وده. طيب ده في اتنين وده في واحد، يبقى في الكابلنج الناتج بتاعه هيبقى مركب كتوتال فيه كام ايود، فيه كام ظابط يود، فيه ثلاثة، تمام. لو عمل كابلنج بين الدي اي تي والام اي تي هيديني التي 3 اللي هو نسبة لتراي ايودو ثايبونين اهو. للعلم يعني بالشيء، المركب ده كله من غير الايودايد ده اسمه ثايرونين، تمام، اللي بنقول عليه بقى التسفيق لما يدخل عليه 3 يود، تمام. الامينو اسيد ده كله، تمام، من غير اليود ده وده وده بنقول عليه ثايرونين. طبعا عندي هنا التي بي او عمل كابلنج، اسف، هنا التي بي او عمل كابلنج ما بين الدي اي تي والام اي تي فاداني التي 3. يجي برضو التي بي او، تمام، نفس الفانكشن، هيعمل كابلنج ممكن بين الدي اي تي مع جزيء او مولكيول تاني من الدي اي تي، فيبقى عندي كده كام ظابط يود؟ اربعه، ويديني مين؟ التي 4، تمام، اهو 1 2 3 4، ده ناتج من كابلنج دي اي تي مع دي اي تي، تمام. او يبقى كابلنج ما بين ام اي تي مع دي اي تي، تمام، هنا كان كابلنج ما بين دي اي تي مع ام اي تي، لا هنا بقى كابلنج للام اي تي مع الدي اي تي ويديني الريفرسد تي 3، تمام.
يبقى انا لو حابب الخص الدنيا، ايه الرول المهم قوي للانزيم اللي شكله مهم جدا اللي هو التي بي او دوت او الثايرويد بيروكسيديز دوت؟ اول حاجه بيعمل تحويل الايودايد اللي هو حصل له تيك بالثايرويد جلاند، يبدا يحوله لايودين. وانس ان الايودايد اتحول لايودين يحصل له حاجه اسمها ايودايد اورجانيفيكيشن او ايودين اورجانيفيكيشن، اللي هو يحصل اديشن لليود على التيروزين الموجود نازل من الثايروجلوبين. واحيانا يا شباب الثايروجلوبين بيقول عليه التي جي، بعض الكتب هتلاقي الثايروجلوبين بيقول عليها تي جي. تمام. تالت رول ان هو يبدا بعد ما حصل الاورجانيفيكيشن لليود ده، عمل دخول لليود على المركبات بتاعت التيروزين، يعمل بقى كابلنج. تمام. يا اما تدخل ضابط يود واحده ويديني ام اي تي، او ضابطين يود ويديني الدي اي تي. يحصل بعد كده بقى الكابلنج، وده اللي بيقوم بيه برضه تي بي او. يحصل كابلنج ما بين دي اي تي مع ام اي تي ويديني تي 3. يحصل كابلنج ما بين الدي اي تي مع دي اي تي زيه ويديني تي 4. او يحصل كابلنج ما بين الام اي تي مع الدي اي تي ويديني الريفرس تي 3. تمام. تقريبا الكتب او اللي انا قريته ان ده تقريبا بيطلع بنسبه 20% اللي هو التي سي ده، والتي 4 ده بيطلع بنسبه 80%. تمام. ده بيطلع بنسبه 20%، ده بيطلع 80%. وبعد كده ده على فكره بيتكون الريفرس تي سي ده بيتكون زي ما هنشوف من التي 4. يعني الفيرز التي سي ده بيتكون من التي 4. تمام. طبعا بيحصل بعد كده بروتيولايسز، ويحصل بقى خروج للتي 3 والتي 4. طبعا ممكن نعتبر ان التي 3 والتي 4 هما الاكتف برنسبل للثايرويد هرمونز. تمام. في حين كل الحاجات التانية سواء تيروزين ام اي تي دي اي تي ريفرز التي 3 ده نعتبرهم ان اكتف. تمام. ولكن برضو التي 4 اكتيفيتي بتاعته زي ما هنشوف اقل بكتير من التي 3، لدرجه ان هو بيعتبروه برو هرمون. تمام. فالشاهد ان هو برضو ستيل ليه اكتيفيتي ولكن اقل بكتير من التي 3، ولكن الاثنين يعتبروا اكتيف واي حاجه ثانيه ما تعتبرش اكتيف، سواء بقى ام اي تي ودي اي تي او الريفرس تي 3. الريفرس تي 3 ده اصلا مش اكتيف. تمام. نبدأ نتكلم على الستراكشرال فيتشرز لي او الكونفورميشنال فيتشرز للثايرويد هرمونز. زي ما احنا شايفين اهو، لو ده هنعتبره ده تي 4 اهو، او في 4 يود فده تي 4. تمام. الحلقه اللي جوه ديت اللي هي شبكه على الامينو سايد تشين، ده بنعتبرها الحلقه الداخليه، حلقه البنزين الداخليه، فبنقول عليها الانر رينج. خلاص هنتفق على بعض الاتفاقات كده. الحلقه اللي هي باللون الاحمر ديت، تمام، اللي هي شبكه في الامينو سايد تشين. تمام. ده الانر رينج. والحلقه اللي بره اللي عليها او اتش دي بنقول عليها الاوتر رينج. خلاص. طيب لو جينا للترقيم، طبعا لوجيكالي كده هيبقى الترقيم من هنا 1 2 3 4 5 6 1. يقول لي طب ما ينفعش امشي من هنا، عادي امشي من هنا، هي هي، هيبقى 1 2 3 4 5 6. تمام. هياخدوا السبستيتوت، هتاخد نفس الارقام، فمش هيفرق لو مشيت كده او مشيت كده. نفس الكلام هنا، يبقى عندي هنا التقويم هيبدا من هنا، يبقى 1 داش عشان دي بقى حلقه ثانيه، واقول 1 داش 2 داش 3 داش 4 داش 5 داش 6 داش، وبرضه نفس الكلام ممكن امشي من هنا. تمام. نبدا بقى نخش في المهم. قال لك اول حاجه لازم يكون عندي 2 اروماتيك رينجز، تمام، لينكد مع بعض باكسجين، ومفيش مشكلة لو الأكسجين دي استبدلتها بسلفر أو كربون. تمام. قال لك وجود التو رينجز دي انر واوتر ولينكد بي أكسجين دي بتعمل لايبوفيليك كور، هي تبقى مسؤولة عن اللايبوفيليك انتر اكشن للريسبتورز بتاعت الثايرويد هرمون. وفي نفس الوقت في وجود الأكسجين بريدج ده بينهم بيخلي التو رينجز دمت بيربنديكولار على بعض. يعني ايه التو رينجز بيربنديكولار على بعض؟ يعني هتلاقي اهو زي ما انا رسمها لك، ده 3 دي كونفورمر، ده الشكل بتاعه في 3 دي. تمام. الشكل ده ده 2 دي، الشكل ده ده 3 دي، ده شكله بقى ممكن يبقى فيه الحقيقه. تمام. بيبقى المركب زي ما يعني لو في نصيب ان احنا نتكلم على دراج ديزاين ده والكلام ده، الشكل دايما بياخد البوز او الوضعيه اللي بيبقى فيها اقل انرجي، واقل انرجي بيحصل عليها لما تبقى الذرات بعيده عن بعضها. تمام.
فافضل وضعيه عشان افضل على احصل استابيليتي او انرجي او من انرجي مينيمايزيشن ان يكون التورينجز دومت مش في نفس البلين، يعني واحده كده يبقى الثانيه في البلين العاكس المعاكس او العمودي عليها. دي كده في البلين ده وده في البلين العمودي عليها، تمام؟ فالتورينجز مش هيبقى في نفس البلين ولكن بيربنديكولار تو اتش اذر، تمام؟ فوجود حلقتين وبينهم اوكسجين بريدج هو اللي بيعمل البوز او الكونفورمر بتاع دوت. طبعا ان الايدايد تمام الموجوده في رقم 3 و5 او 3 داش 5 داش، بس خلينا لا اللي في 3 و5 مش 3 داش و5 داش، اللي موجوده هنا بالتحديد على انر رينج اللي هي في 3 و5 تمام، هي اللي بتساعد برضو في البربنديكولاريتي، تمام؟ هي اللي بتساعد في البربنديكولاريتي ليه؟ نتيجه للزحمه اللي قلنا عليها او الاستريك هندرنس اللي بيعملها. طبعا الايدايد الاتوميك سايز بتاعته كبيره تمام، فطبعا بيعمل زحمه فراغيه هنا للمركب، فيخلي اكتر الحلقه الاوتر رينج ديت تبقى زي ما اتفقنا في البلين المعاكس، لو ديت كده يبقى ديت ايه في البلين المعاكس ليها، تمام؟ وزي ما قلنا طبعا بيخلي التو ارماتكنج دي بتعمل هيدروفوبيك انتر اكشن مع الثايرويد هرمون ريسبتورز اللي هو بيشتغل عليها. طبعا في هنا عندي امينو اسيد اتشين، طبعا زي ما احنا عارفين ان الامينو اسيد بتعمل حاجه اسمها زيتر ايون، تمام؟ اللي هي زد دبليو اي تي تي اي ار، تمام؟ ده اسمه زيتر ايون، بيبقى النت تشارج المفروض لو انا اخدت بس الحته دي النت تشارج بتاعها زيرو، نتيجه اللي بيحصل بيه ارينجمنت الاتش بتاعت الكاربوكسيل تروح على الامينو فيبقى ده عليه نيجاتيف وعليه بوزيتيف فالنت تشارج زيرو، تمام؟ بيقول عليها زيتر ايون، دي بتبقى حاجه كاركترستيك قوي في الامينو اسيد، تمام؟ فطبعا هنا في ايونيك سايد تشين تمام على الثايرويد هرمونز، تمام؟ ودي بتبقى مسؤوله عن الايونيك انتر اكشن مع الريسبتورز بتاعتها، تمام؟ وعاده زي ما احنا شايفين بتبقى في البارا بوزيشن للاكسجين بريدج ديت، تمام؟ ما ينفعش تبقى هنا، ما ينفعش تبقى هنا، لازم تبقى بارا مع الاكسجين بريدج ديت، تمام؟ نيجي بقى للحاجه مهمه. احنا اتفقنا ان الاوتر رينج ديت بيبقى عليها فينوليك او اتش في رقم 4 داش، تمام؟ خلي بالك قال لك لو الاو اتش ديت موجوده في شكل الفينوليت، طب يعني ايه الفينوليت؟ يعني تبقى او عليها نيجاتيف تشارج وبيفقد بروتون، فلو موجوده الثايرويد هرمون بتاعي لو موجود في الفينوليت فورم، يعني زي ما اتفقنا عليها اكسجين عليها نيجاتيف تشارج والاتش دي طلعت، وجدوا ان هو ما بيشبك مع بيشبك اكتر لما يبقى فيه الفينوليت ده بيشبك اكتر مع البلازما بروتين، فبالتالي بيقلل الاكتيفيتي شويه ويخلي الاكشن بتاعه يقعد لفتره طويله لانه شابك مع البلازما بروتين، فبيبدا يتفلفص من البلازما بروتين بالراحه واحده واحده، فبيزود الديوريشن في الاكشن بتاعه ولكن الاكتيفيتي بتقل جامد. على الجانب الاخر وجدوا ان لو الاو اتش ديت تنيها محافظه على الاتش، يعني اكسجين محافظه على الاتش ما بتطلعهاش، يعني بمعنى اخر اقول ما بتكونش فينوليت، يعني ما بتعملش او عليها نيجاتيف تشارج، تمام؟ دي قابليتها ان هي تشبك مع البلازما بروتين بتبقى ضعيفه جدا، تمام؟ فبالتالي بيبقى تدي اكتيفيتي بتقدر تعمل اكشن بتاعها وتشبك مع الريسبتور بتاعها بهيدروجين بوند وبتزود الاكتيفيتي، تمام؟ وفي نفس الوقت ما بتبقاش ليها لونج ديوريشن في اكشن لانها مش شابكه مع بلازما بروتين، تمام؟ طيب هنقول الكلام ده بشكل اخر، تمام؟ ولكن ايه يعني عشان الصور بس توضح، انا عندي ده التي 3 والتي 4، احنا اتفقنا اتفاق اهو ان الفينوليت اللي هي او الاو اتش ديت بيحصل فقد ليه البروتون بسهوله ويبقى عليه عندي اكسجين عليها نيجاتيف تشارج، تمام؟ دي بيبقى ليها قابليه ان هي تشبك مع البلازما بروتين وبالتالي بتقلل الاكتيفيتي وبتزود الديوريشن اوف اكشن بتاعها، وفي نتيجه للفقد ليه الاكتيفيتي قلت برضه؟ نتيجه للفقد اللي فقدته للاتش دوت ما قدرتش تعمل هيدروجين بوند انتر اكشن مع الريسبتور بتاعها، في حين ان الفورم للثايرويد هرمون اللي بيحافظ على الاو اتش از ات از ما بيفقدش اتش من هنا، تمام؟ دوت بيبقى عنده قابليه ان هو اول حاجه ما مش هيشبك مع البلازما بروتين،
تمام، وبالتالي مش هيقعد في الجسم فترة طويلة. الحاجة التانية ايه؟ ده بيعمل انتر اكشن مع الريسبتور بتاعته بهيدروجين بوند، فبيزود الاكتيفيتي، بيحسن الاكتيفيتي. تمام. تتوقع عندي التي 3 والتي 4، مين فيهم ليه قابلية اكتر ان هو يبقى يكون فينوليت؟ يعني بمعنى اخر، مين فيهم يخلي الاو اتش ديت تمام تفقد البروتون، الاتش دي تطلع ويبقى الاكسجين عليها نيجاتيف تشارج وتكون الفينوليت اللي هو للاسف بيشبك بالبلازما بروتين؟ هل التي 3 عندها قابليه ان هي تكون الفينوليت ولا التي 4؟ طبعا الناس الشاطره في الاورجانيك هتقول لك لا طبعا التي 4 هي اللي ليه قابليه اكتر ان هي تطلع الاتش ديت وتكون فينوليت. ليه؟ لان الاو اتش اللي في رقم 4 داش ديت واقعه تحت تو اندكتيف افكت للايودايد اللي في 3 و5 داش. دي عماله تسحب، الايودايد بتسحب الاندكتيف افكت بتاعها، ودي عماله تسحب. نتيجه للسحب دوت بيخلي الاتش اللي على الاكسجين ديت تمام تطلع بسهوله، فبيكون الفينوليت بشكل اسرع او اسهل. في حين ان في التي 3 هي واقعه تحت اندكتيف افكت بتاع واحد ايودايد فقط وليس اثنين، اللي هو في 3 داش ده تمام، مش واقعه تحت اثنين زي التي 4، وبالتالي احتماليه او قدرتها او الابيليتي بتاعتها ان هي تكون فينوليت بتبقى اقل بكتير، وبالتالي مش هتشبك مع البلازما بروتين، وبالتالي الاو اتش دي هتبقى تانيها زي ما هي، وبالتالي هتقدر تكون هيدروجين بوند مع ريسبتور، وبالتالي تزود الاكتيفيتي. خلاص، فنقدر نقول ان اذر ووردز ان التي 3 ريتين الاتش بتاعت الفينوليك او اتش اللي في رقم 4 داش ديت، في حين العكس بيحصل مع التي 4 وبتكون الفينوليت. عشان كده قلنا، قلت لكم ان التي 4 اقل بكتير في الاكتيفيتي من التي 3، حتى انهم بيعتبروه برو هرمون تمام، بيتحول زي ما هنشوف في حاجه اسمها دي ايودينيشن الى التي 3. تمام، كل الكلام ده خلاص انا قلته باستفاضه كمان. طيب نشوف الميتابوليك باث واي بتاع الثايروكسين او بالتحديد التي 4. طبعا عندنا هنا لو حصل دي ايودينيشن حاجه من الاثنين، طبعا زي ما اتفقنا دي الاوتر رينج، اسف الانر رينج، ودي الاوتر رينج. لو حصل دي ايودينيشن على الانر رينج فانا هتوقع التي 3 التي 4 ده هتتحول الى ايه؟ تتحول الى ريفرست تي 3، وقلنا ان ريفرست تي 3 ده ان اكتف، وبالتالي الباث واي ده بيديني ان ريزلت حاجه ان اكتف. طيب لو حصل دي ايودينيشن على الاوتر رينج فكده بيحول لي التي 4 ده الى ايه؟ الى تي 3، وده اكتف ميتابوليك باث واي. ده بيحصل بانزيم على فكره اسمه 5 داش دي ايودينيز. ممكن بقى في الحاجات التانيه اللي بتحصل في التي 4 ان يحصل ايثر بوند كليفج، الايثر بوند تتكسر، او يحصل، ودي الحاجات الشهيره بتحصل للامينو اسيد، الاكسيداتيف دي امينيشن، ال ان اتش 2 دي تطلع ويبقى كون هنا كربونيل تمام، او يحصل نتيجه للاو اتش اللي على حلقه البنزين ديت يحصل لها جلوكو يورينيك اسيد كونجيوجيشن تمام، او سلفونيك كونجيوجيشن، وتخرج طبعا لان البولاريتي بتاعتها بتخرج مع اليورين من الجسم تمام. نيجي بقى نتكلم على الانتي ثايرويد دراجز. الانتي ثايرويد دراجز طبعا دي كومباوند بتشتغل في الجلاند، الثايرويد جلاند، بتمنع طبعا البايوسينسيس بتاعت الثايرويد هرمون. طبعا عفوا بنقسمها كذا تقسيمه، عندنا اول حاجه الان اورجانيك، ده مثال عليه. طبعا عندنا ان اورجانيك واورجانيك، مثال للان اورجانيك ايه؟ عندنا اول حاجه الايدايد، طبعا الايدايد ده بيتحضر في حاجه اسمها لوجلز سوليوشن، وده عباره عن سترونج ايودين سوليوشن من الايودين مع ساتوريتد سوليوشن من البوتاسيوم ايودايد تمام. بيشتغل ازاي؟ وجدوا ان هو اول حاجه انهبت للريليز بتاعت الثايرويد هرمون تمام، والميكانيزم اللي بيعمل بيها الموضوع ده ستيل انسرتن، يعني مش متاكدين منها تمام. في نفس الوقت وجدوا ان هو بيمنع الايودين اورجانيفيكيشن اللي كان بيعملها، قلنا التي بي او لو تذكروا في الثايرويد جلاند، وبالتالي هيقلل الثايرويد هرمون بايو سينسيس تمام. وجدوا، خلي بالك، ان الايفكت اللي بيعمله اللوجال سوليوشن دوت لو واحد هايبر، عنده هايبر ثايرويدزم تمام، بيشتغل زي الفل بالميكانيزم التو ميكانيزمز اللي احنا قلنا عليها ديت تمام. في حين لو شخص نورمال وادينا له لوجال سوليوشن
وجدوا ان الافكت ده او ده شبه ما بيحصلش، يبقى شبه diminished، شبه معدوم. تمام، ودي حاجه كويسه، يعني بيديك انديكيشن ان هو سيلكتيف بس مع الناس الهايبر ثايرويدزم. تمام، لكن الناس النورمال، الناس عندها مش فيش مشكله في الثايرويد جلاند، لو اخذوا لوكال سوليوشن باحتماليه ان هو يعمل انهبيشن للبايوسنس بتاعت الثايرويد هرمون ضئيله جدا. تمام، مثال برضو ليه الان اورجانيك انتي ثايرويد دراج، عندنا حاجه اسمها الراديو اكتيف ايودين او اليود المشع او الايودايد 131. تمام، طبعا بيستخدموها في الحاجات الهايبر ثايرويدزم، واكتر كمان في الثايرويد كارسينوما. تمام، وبيبقى على فكره موجود عندنا هنا في مصر في اماكن معينه، اعتقد في المنصوره وفي اسماعيليه على ما اعتقد، وموجوده في المركز الطبي العالمي. تمام، طبعا اليود المشع ده لازم بيبقى فيه هاندلنج معين، يعني حتى الستاف التمريض اللي بيدخل للبيشنت اللي بياخد الحاجات ديت بيبقى لابس لبس معين، ومفيش اي حد يقدر يجيبه، بس الدوله بس هي اللي تقدر تستورد اليود المشع دوت. تمام، بيبقى فيه ريستريكشنز جدا في استخداماته. تمام، وشهير جدا في علاج فعلا الثايرويد كارسينوما. تمام، طبعا بيعتمد ازاي على الشغل بتاعه، ان هو بيحصل ديكي لليود المشع دوت ويديني زينون ويطلع لي بقى البيتا راديشن. البيتا راديشن دي هي اللي انا عايزها، هي اللي بتعمل لوكالايزد ديستراكشن للثايرويد جلاند. فالديستراكشن اللي بتعمله في الثايرويد جلاند بتخلي قدرتها لاخراج الثايرويد هرمون بتقل، وبالتالي ممكن نعالج بيها الهايبر ثايرويدزم، وبرضه ممكن نعالج بيها زي ما اتفقنا والاهم ان هي تعالج الثايرويد كارسينوما. تمام، نتيجه اللوكالايزد دامج، وده حاجه فيفربل جدا، ان يعني هي مش نون سيلكتيف، لا سيلكتيف قوي لليود، ان احنا استغلينا الثايرويد جلاند، ضحكنا عليها ان هي بتحب دايما تعمل ابتيك لليود، فاخدت عملت ابتيك لليود المشع اللي حصل له ديكيت في الثايرويد جلاند وطلع لي بيتا راديشن، فعمل لي لوكالايزد دامج. تمام، من غير ما ياثر طبعا زي ما اتفقنا ان هو سيلكتيف، من غير ما ياثر على النيرباي اورجانز او تيشوز. المثال الثالث عندنا للان اورجانيك ثايرويد انتي ثايرويد دراجز اللي هو البير كلوريت. تمام، اللي هو سي ال او 4 او الثايوسينيت بريبريشن، ودي بتعتمد في الميكانيزم بتاعها ان ليها نفس الايونيك فوليوم بتاع الايودايد، فبيحصل مس ابتيك للثايرويد جلاند ليهم بدل من الايودايد، يعني الثايرويد جلاند بدل ما تسحب البامب بتاعتها تسحب ايودايد من الدم، تسحب مكانها البيل كلوريت او السايسينيت نتيجه لتشابه الايونيك فوليوم. تمام، فبالتالي بعد ما تسحبهم طبعا نكون احنا ضحكنا عليها، ما تقدرش تعمل اورجانيفيكيشن ايودايد او ايودين اورجانيفيكيشن، وبالتالي قدرتها على تكوين الثايرويد هرمون بتقل، وبالتالي ممكن اعالج بيها الهايبر ثايرويدزم. الكلاس او التقسيمه الثانيه عندنا بقى يكون الاورجانيك دراجز، ده مثال عليه الكالبيمازول. تمام، اهو ده الستراكشر بتاعه. طبعا دي حالات ميدازول. تمام، طبعا في اماكن ليه الساتوريشن هنا وهنا. تمام، وده فيرست استر. تمام، وهنا الان عليها مثال. تمام، وهنا مكان الكربونيل بيبقى مكان الاكسجين فيه صفر. تمام، طبعا الكارديمازول من الادويه الشهيره جدا. تمام، في علاج الهايبرثايرويدزم. تمام، ولكنه يعتبر برو دراج، يعني الكارديمازول ده الموجود في الصيدليه لو جينا كده نعمل له حاجه اسمها بيولوجيكال اكتيفيتي ان فيترو مش هتلاقي ليه اي اكتيفيتي، لازم في الجسم يتحول للاكتيف فورم. ايه بقى الاكتيف فورم؟ اللي هو ده اسمه الميثيمازول. تمام، اللي هو الميثيمازول. ايه الميثيمازول ده؟ هو بالظبط الكارديمازول بس بيحصل كسر هنا، دي بتبقى عليها ان اتش. تمام، اعتقد الستراكشر بتاعه برضه موجود في الكتاب عندك. تمام، الميثي مازول. تمام، طب ليه بنعمل برو دراج؟ قال لك لان وجدوا ان الكاربي مازول اللي هو الميثي مازول بقى، لو هنتكلم بشكل ادق، الميثي مازول ليه بيتا تيست. تمام، فانا لو اديته كده في تابلت از اتيز ممكن بيبقى ليها بيتا تيست، البيشنت مش هيتقبله. تمام، في احد اهداف البرو دراج ديزاين ان انا ممكن لو في بيتا تيست ببقى عايز اعمل له ماسك، فبدخل استر جروب. تمام، تحسن من الطعم بتاع الدراج، وبعد كده لما تدخل بقى الجسم تبدا تتحول للاكتيف بتاعي اللي هو كان ليه بيتا تيست دوت اللي هو الميثي مازول. تمام،
طبعا الميكانيزم اوف اكشن هو بيشتغل على اهم انزيم في الثايرويد هرمون بايوسينسيس اللي اتكلمنا عليه، اللي هو قلنا اسمه ثايرويد بيروكسيديز او التي بي او، تمام، اللي قلنا ليه دور مهم في عمليه تحويل الايودايد لايدين والايودين اورجانيفيكيشن والكابلنج، تمام. فبالتالي لما هيقفله بالتالي مش هيحصل طبعا شورلي بايوسينسيس لاي ثايرويد هرمون، او هيقلل المقدره بتاعه الثايرويد جلاند ان هي تطلع ثايرويد هرمونز، تمام. طبعا الكارباميزول من الحاجات اللي هي عيبها ان هي ممكن تعمل سكين راش وبتعمل جونس. سايد افكتس بتاعت الكارباميزول ان هي بتعمل سكين راش وبتعمل جونس، تمام. كده خلصنا الحمد لله الجزء بتاع الانتي ثايرويد دراج. ندخل في الجزء اللي قبل الاخير الاورال هايبوجلايسيميك دراج. برضو يعني اعتقد ان شاء الله عندكم خلفية عن المواضيع ديت. طبعا احنا عارفين ان الدايابيتس ميليتس بيبقى كاركترايزد بي ريكارنت او بريزيستنت هاي بلاد شوجر، تمام. في 3 مين تايبس للدايابيتس ميليتس، تمام. في تايب 1، تمام، بيقول عليه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، وده نتيجه لهجوم الجهاز المناعي على البيتا سيلز بتاعت البنكرياس، تمام. فبيبقى القدره بتاعت البنكرياس اصلا ان هو يطلع انسولين شبه معدومه، تمام. وطبعا ده بيقولوا زي ما انت قلنا بيقولوا عليه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، او بيقولوا عليه احيانا جوفينايل دايابيتس لانه غالبا بيصيب الاطفال، تمام. طبعا ده علاجه وش ايه؟ هو بقول لك انسولين اصلا ما بيطلعش، فده علاجه وش بياخد انسولين من بره، تمام. طبعا الكود اللي هو اللي يخلي الجهاز المناعي يهاجم البيتا سيلز بتاعت البنكرياس لسه ستيل انور. والتايب 2 دايابيتس ميليتس، وده برضو يعني شهير جدا، تمام، او اكثر من تايب 1، اشهر اكثر من تايب 1 في السنه، تمام. هنا الخلايا بتاعت البنكرياس عادي ممكن بتطلع انسولين، مفيش مشكله خالص، ولكن مشكله في استجابه الخلايا للانسولين دوت. يعني بدايه التايب 2 دايابيتس ميليتس بتبقى الانسولين طلع بشكله الطبيعي بكميته الطبيعيه من البنكرياس، المشكله تكمن في استجابه الخلايا للانسولين ديت، تمام. وبعد كده لما بيحصل بروجريس للمرض، تمام، بيبدا قدره البنكرياس على خروج الانسولين بتبدا تقل، تمام. فعشان كده احيانا بنقول عليه تايب 2 دايابيتس ميليتس، بنقول عليه نون انسولين ديبندنت، هي المشكله مش في الانسولين من الاساس من البدايه، تمام. او يقولوا عليه احيانا ادلت اونست دايابيتس، عاده بيصيب الكبار على عكس من تايب 1، تمام. طبعا يعني باحد الاسباب، احد الاسباب وليس كل الاسباب، اللي هي بتحدث عدم استجابه الجسم للانسولين اللي هي الاوفر ويت، تمام، والليك اوف اكسرسايز، دي باحد الاسباب اللي هي ممكن تعمل تايب 2 دايابيتس ميليتس. الموضوع طبعا جيناتك، خلاص. طيب ثالث نوع واللي ادينا كده نبذه عنه في المحاضره الاخيره لو تذكروا، احنا بنتكلم على 17 الفا هيدروكسي بروجسترون هيكسانويت، فاكرين ابكابراويت اللي قلنا بتزود الريسك بتاع جيستيشنال دايابيتس، قلنا هنتكلم عنه. طبعا الجيستيشنال دايابيتس، تمام، او سكر الحمل، ده بيصيب الستات الحوامل، بيبقى حوالي من 3 ل 20% الستات الحوامل بتبقى معرضه ان يجي لها سكر حمل. ايه السبب؟ وجدوا ان البلاسنتا بتاعت المراه الحامل بتطلع بعض الهرمونات، تمام، اللي بتقلل قدره الانسولين على حرق السكر، تمام. او ممكن نقول بمعنى ادق ان وجدوا ان البلاسينتا بتطلع بعض الهرمونات اللي بترفع السكر فبيقلل من قدره الانسولين على حرق السكر ديت، تمام. فلو السكر الانسولين طالع من البنكرياس ما كانش كافي لارتفاع السكر دوت، يحصل ساعتها جيستيشنال دايابيتس، خلاص. يبقى في جيستيشنال دايابيتس البلاسينتا بتاعت المراه الحامل بتطلع بعض الهرمونات، الهرمونات ديت بترفع من نسبه الجلوكوز في الدم. لو البنكرياس فشل ان هو يطلع الكميه الكافيه اللي تقدر تنقص السكر اللي ارتفع بسبب الهرمونات ديت، يبقى زي الفل، مش هيحصل لها باذن الله حاجه، تمام. لكن لا قدر الله لو كان البنكرياس فشل ان هو يطلع الكميه الكافيه من الانسولين اللي هو تقدر تحرق بيها الجلوكوز اللي ارتفع دوت، ساعتها بيحصل الجستيشنال دايابيتس او سكر الحمل، تمام. طيب نيجي نتكلم على الانتي دايابيتك دراجز، تمام. بنقسمهم الى انسولين سكريتاجوج، حاجات بتزود خروج الانسولين، وده مثال عليه سلفونايل ويريا والميجليتينايدز، تمام. في الانسولين سنسيتايزنج ايجنتس،
تمام، زي الباي جرانايتس والثيازوليدين دايونز زي الجليتازونز، في عندنا الفا جلوكوسيديز انهبيتور، في حاجه اسمها دي دي بي 4 انهبيتور اللي قلنا عليها الجليبتنز، تمام، وفي الاس جي ال تي 2 انهبيتور او صوديوم جلوكوز ترانسبورت تمام انهبيتور اللي قلنا عليها الجليفلوزينز. واحده واحده، اول حاجه نتكلم على الانسولين سكريتاجوج، واول مثال عندنا السلف، احنا قلنا الانسولين سكريتاجوج هو عندنا مثالين سلفونايل يوريا والميجليتينايتس، تمام. نمسك اول حاجه السلفونايل يوريا، من اسمه سلفونايل اهو يوريا، تمام، سلفونايل يوريا، تمام، يعني في سلفونايل دي اسمها سلفونايل جروب شبكه في يوريا، تمام. اليوريا بيكون عليها سبستيتنت ار داش، والسلفونايل جروب شبكه على حلقه بنزين في البارا بوزيشن للسلفونايل يوريا دي في سبستيتوانت ار، تمام. طبعا المركبات دي بتبقى ويك اسيدز، البي كي اي فاليو بتاعتها ابروكسيمتلي حوالي 5، تمام، بتعمل ويك ديسوسيشن مش كومبليت، تمام، فبنعتبرها ويك اسيدز، تمام. طبعا السبب في الاسيديتي بتاعت السلفونايل يوريا ميلي او اكتر هو ال NH ديت ولا ديت؟ اكيد طبعا هتبقى ال NH ديت، تمام. ليه؟ لانها وقعت تحت تاثير تو اندكتيف افكت بتاعت الكربونيل ديت وبتاعت السلفونايل جروب ديت، تمام، فوقعت تحت تو اندكتيف افكت هنا وهنا، فبالتالي الاسيديتي بتاعت السلفونايل يوريا بتبقى اكتر نتيجه للـ H بتاعت الـ N دي وليس الـ N ديت، دي بتبقى اكتر، تمام، زي ما اتفقنا نتيجه ان هي واقعه تحت تو اندكتيف افكت. الميكانيزم اوف اكشن طبعا من اسمها هي انسولين سكريتاجوج، فهي بتحفز خلايا البنكرياس بالتحديد البيتا سيلز ان هي تطلع انسولين، تمام. طبعا كل الانتي دايبيتيك اللي احنا اتفقنا عليها اللي لسه قايلها لكم كده ككلاسز دي كلها هتمشي مع تايب 1 ولا تايب 2؟ شغلي طبعا تايب 2، تمام. كل الدراجز اللي انا قلها لكم الى اخر الانتي دايبيتيك دي كلها تمشي مع تايب 2 وليس تايب 1. تايب 1 هو عنده اصلا مفيش انسولين طالع، فلازم ياخد الانسولين من بره، ما ينفعش اديله حاجه اصلا بتحفز البنكرياس ان هو ياخد يطلع انسولين، البنكرياس اصلا بيتا سيلز متدمره ما بتطلعش اصلا انسولين، تمام. فكل الدراجز اللي انا قلها لك من دلوقتي لحد اخر كلاس عندنا، تمام، اللي هو الاس جي ال تي انهبيتور تو انهبيتورز، تمام، كل دي لتايب 2 دايابيتس وليس تايب 1، خلاص. طيب اي خد برضو قاعده كده، اي حاجه هتزود خروج الانسولين، هل انت حاكم كميه الانسولين اللي خارجه؟ قادر تحدد كميتها تحكمها تقول له والله يا بنكرياس طلع لي بس 50 مايكرو جرام، عشان الراجل ده محتاج 50 مايكرو جرام بس من الانسولين مثلا؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. انت جاست بتدي للبيشنت دواء بيحفز البنكرياس ان هو يطلع انسولين، هل انت عارف كميه الانسولين ديت اللي طالعه قد ايه؟ وهل عارف زياده الشوجر في جسمه ديت محتاجه قد ايه عشان من الانسولين عشان يحرقها؟ فبيبقى الموضوع ان كنترولد الى حد ما، تمام؟ فعشان كده اي حاجه هتحفز خروج الانسولين بشكل كبير عيوبها ان هي ممكن تعمل هايبوجلايسيميا، ممكن الزياده بتاعت الشوجر في الدم بتاع الراجل دوت مش كبيره قوي، والدواء حفز البنكرياس يطلع انسولين بشكل اكبر شويه من اللازم، فبالتالي بيعمل هايبوجلايسيميا. وفي نفس الوقت زياده خروج الانسولين دي بتحسن اليوتيلايزيشن او استخدام الجلوكوز، وبتبدا تستفيد منه وتبدا ترسبه على شكل دهون، فبتعمل ويت جين، ترسب دهون وبالتالي تزود الوزن، فبتعمل ويت جين. الشاهد ان اي حاجه بتحفز البنكرياس ان هو يطلع انسولين، تمام، مشكلتها ان هي بتعمل هايبوجلايسيميا ودي شرحناها، وبتعمل ويت جين ودي برضو شرحناها، خلاص. فعشان كده السايد افكتس بتاعت السلفونايل يوريا يعني بتعمل هايبوجلايسيميا وويت جين نتيجه لزياده خروج الانسولين من البنكرياس. طيب نيجي للصار بتاعت السلفونايل يوريا، زي ما اتفقنا كده من الاخر هي عباره ان اسمها سلفونايل يوريا، جالك في الامتحان مركب في سلفونايل جروب لازق في يوريا، هتقعد تفكر ده في انهي جزء، هرمونز يا ربي ولا في الانتيسايد؟ لازم تبقى زي ما اتفقنا بنذاكر بذكاء، سلفونايل وشقه جنبها يوريا، يبقى انا بتكلم في ايه؟ في الانتي دايبيتيك، وبالتحديد في الانسولين سكريتاجوج، بالتحديد في السلفونايل يوريا، تمام. فطبعا هنا عندي سلفونايل جروب لازقه في يوريا، واليوريا زي ما اتفقنا عليها سلفيتنت ار داش، وال
سلفونايل شبكة على الحلق البنزين في البارودوزيشن في ار جروب. تمام، طبعا بيقول لك ان لازم يكون في اسيدك فانكشن جروب، تمام، اللي هي قلنا عليها ال ان اتش ديت بتاعت السلفونايل يوريا دي اسينشال للاكتيفيتي. تمام، طيب نيجي للسبستيتونت الار والار داش، الار والار داش. قال لك بالنسبه للسبستيتونت اللي هو الار، تمام، دوت لازم يكون في البارا زي قلنا بوزيشن للسلفونايل يوريا مويتي. تمام، وجدوا في الاول ان هم عملوا سمبل سبستيتيوشن او سمبل سبستيتونت، الار دي كانت عباره عن سمبل سبستيتونت، دي اول بروتوتايب او دراجز اتعملت في السلفونايل يوريا. ايه السمبل مثال لسمبل سبستيتونت اللي هي الار ديت؟ قال لك قد تكون ميثايل، قد تكون كلورايد، قد تكون اسيتايل. تمام، دي بيقولوا عليها الفيرست جينيريشن سلفونايل يوريا. تمام، نتيجه ليه ان هي مش لايبوفيلك قوي، حاجات مش بالكي قوي، فاللايبوفيلستي بتاعتها قليله، فاقعد عشان اوصل للافكتيف دوز بزود الجرعه، فبتعمل سايد افكتس كتيره اللي منها اللي سائلينها الهايبوجلايسيميا والويت جين. تمام، فبداوا يستبدلوها بمركبات مور، اسف، بسبستيتوانت هنا مور بالكي عن الكلورايد او الميثايل او الاسيتايل، فبدا يظهر السكند والثيرد جينيريشن. يعني السمبل سبستيتوانت دي اللي عملت الفيرست جينيريشن سلفونايل يوريا، المور بالكي دي اللي ظهرت منها بقى السكند والثيرد جينيريشن من السلفونايل يوريا. مثال عندنا دي السبستيتوانت اللي هي بتبقى مور بالكي وبتعمل السكند والثيرد جينيريشن، حاجه اسمها البارا ارايل، خلاص، بارا ارايل كاربوكساميدو ايسايل. تمام، هتشوفوا مثال عليها. تمام، ارايل كاربوكساميدو، فاكرين لما قلت لكم الامايد على حلقه بنقول عليها كاربوكساميد اهو، ارايل كاربوكساميدو ايسايل. تمام، دي بتبقى مكان الار ديت، ودي مور بالكي فبتبدا تعمل لي السكند والثيرد جينريشن، واللايف فيست بتاعتها افضل، فمحتاجش ان انا ازود في الجرعه، فبالتالي بتجنب نسبيا السايد افكتس. طبعا بيقول لك ان سبيشال ريليشن شيب ما بين الامايد نيتروجين ديت والسلفيناميدو نيتروجين ديت مهمه للاكتيفيتي، يعني بيقول لك لازم يكونوا الاثنين دي في نفس البوزيشن دوت، ما ينفعش تحط حاجه يفصل بين هنا وحاجه تفصل بينهم، يعني من الاخر اليوريا ديت هي اللي تكون اسينشال اكتيفيتي، ما ينفعش اغيرها، ما ينفعش احط بين الكربونيل والامينو دي حاجه وبين الكربونيل والامينو دي حاجه ثانيه. تمام، نيجي للار داش، احنا اتكلمنا على الار دي خلاص، طب نيجي للار داش ده، قال لك عادي الار داش ديت لو انت هتعملها اليفاتيك سايد تشين اوبن تشين يفضل تكون على الاقل 6 كربون، لو هتعمل اليفاتيك سايد تشين اوبن، تمام، على الاقل تكون 6 كربون، لو كانت الي سايكليك اللي قلنا عليها بنوع الي سايكليك اللي هي الاليفاتيك سايكليك، تمام، يبقى عندك 5 تكون حلقه خماسيه او سداسيه او سبعيه، اقل من كده ما ينفعش، ما ينفعش سايكلوبيوتايل، ما ينفعش سايكلو بروبايل، تمام، ما ينفعش، تمام، فلازم تكون الحلقه على الاقل حلقه خماسيه من سايكل بنتايل وانت طالع سايكل هيكسايل سايكل هيبتايل. تمام، طبعا لو عملوا سبستيوشن للار داش دي كانت عباره عن سبستيتوانت سمول الكايل كميثايل او ايسايل، وجدوا ان المركب تقريبا ملوش اكتيفيتي. تمام، حصل ديمينيشنج للاكتيفيتي بتاعت المركب بتاعي، لكن هنا السمول الكايل سبستيتوانت كان ليه اكتيفيتي ولكن قليله. تمام، نيجي مثال عندنا للفيرست جينيريشن اللي هو ماركر عندنا اسمه تولازامايد. تمام، زي ما احنا شايفين اهو، ده سلفونايل يوريا شبكه على حلقه بنزين، الار اهو في البارا بوزيشن. تمام، اليوريا مفيش حاجه عامل نوتيفيكيشن عليها، دخل حاجه هنا او هنا. تمام، فيها اسيدك فانكشن جروب بتاعت اللي هو ال ان اتش ديت او الاتش اللي على ال ان ديت. تمام، هنا الار ايه؟ حلقه سباعيه. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 اهو حلقه سباعيه، احنا قلنا تكون حلقه خماسيه او سداسيه او سباعيه. طيب لو حبينا نسمي المركب ده هقول ايه؟ طبعا انا عندي دي حلقه سباعيه، فيبقى عندي الستم اي بي حلقه سباعيه، وعندي تيبو اتوم فيبقى عندي الستم بتاعي اي بي اللي هو دوت، في نيتروجين فاقول ازا، وبعد كده اي بي الاي بتاعت الازا الاخيره، تمام، هتروح تو فايل مع بعض يروح، فيقول ازي
وعندي هنا ساتوريشن فاقول ازي بين ازي بين. تمام. طيب ازي بين دي شبكه من انهي كربون على بقى الجزء دوت من رقم واحد، دي هتاخد رقم واحد، فاقول ازي بين 1 وايل امينو او ازي بين 1 وايل امينو. تمام. طبعا عشان شبكه على ان فبقول ان ازي بين 1 وايل امينو كربونيل. تمام. ده المركب ده اللي هو حلقه بنزين وشبكه فيه سلفونيل عليها NH2 او NH. تمام. ده بنقول عليه المويت دي كلها دي اسمها سلفونامايت. شبكه على حلقه بنزين بيبقى عليها بنزين سلفونامايت. تمام. عشان ما لخبطكمش، السلفونامايد من الحاجات اللي لها برايورتي اكتر عن الكربونيل او الامايد ديت. تمام. فالسلفونامايد على فكره السلفونامايد كبريفكس بنقول عليها سلفامويل. لو زي مثلا ايه اللي ممكن يخليها بريفكس؟ الكربوكسيليك. الكربوكسيليك ليها برايورتي عنها، ساعتها بنسميها سلفامويل. تمام. لكن حاله في الحالات ديت عندي مثلا دي امايد، تمام، ليها او كربونيل حتى بيبقى ليها برايورتي عن الكربونيل او الامايد. تمام. فيبقى تبقى موجوده كسافكس فبقول عليها سلفونامايد. تمام. الاس او 2 عليها ان اتش او ان اتش 2 بقول عليها سلفونامايد كسافكس وسلفامويل كبريفكس. تمام. فانا هنا طبعا مفيش فانكشن جروب ثانيه، فده اللي هيبقى ليه البرايورتي ان هو سافكس. وزي ما اتفقنا على حلقه بنزين فبيقولوا عليها بنزين سلفونامايد. تمام. في رقم 4 طبعا في مثال جروب فبيقول ساعتها بقى كتوتالي كده ان عشان شبكه في الان ديت 1 ازيبان 1 وايل امينو كربونيل اهو 1 امينو كربونيل. خلاص كل دول بريفكس اهو. تمام. اقفل القوس بتاعي 4 ميثايل بنزين سلفونامايد. ده الايوباك نيم بتاعه، مش متاكد ان كان هو ده التسميه اللي في الكتابه، لا بس ده الايوباك نيم بتاعه. تمام. في يعني تسميات ثانيه او طرق ثانيه للتسميه، بس ده زي ما قلت لكم ده الايوباك نيم بتاعه. طيب الميتابوليزم بتاع التولازمايد يا اما يحصل ريموفال للميثايل جروب اللي في رقم 4 ديت بكربوكسيليك سبستيوشن بكربوكسيليك وده ان اكتف ميتابولايت، او تدخل او اتش جروب في رقم 4. عندي 1 2 3 4 اهو، تدخل او اتش على التولازمايد على حلقه بالتحديد حلقه الازيبان. تمام. في رقم 4 ويديني اكتف ميتابولايت. تمام. فواحده باثوي بتديني ان اكتف وواحده ثانيه بتديني اكتف. طيب نيجي للسكند جينيريشن سلفونامايد. مثال عندنا اللي هو الجليبورايد او بنقول عليه احيانا جليبن كيلامايد، موجود في دواء شهير جدا طبعا اللي هو الدواء نيل. تمام. فاكرين لما قلت لكم في السكند والثيرد جينيريشن بيبقى عندي ايه؟ بارا ارايل كاربوكساميدو ايثايل لينكر اهو. تعالى كده معايا. طبعا عندي هنا حلقه بنزين سلفونايل يوريا مويتي، واهو في قلنا ديت الار بتكون الار داش بتكون عباره عن اليسايكليك، يبقى لو اليسايكليك بتكون خمسه او سته او سبعه اهو سايكل اوكسايل. يجي بقى الدوت الار بتاعتي ديت اهو في السكند والثيرد قلنا بتكون بارا ارايل اهو حلقه بنزين كاربوكساميدو امايد على ارينج اهو كاربوكساميدو ايثايل لينك. تمام. ارايل كاربوكساميدو ايثايل لينكر. تمام. وده مثال للسكند جينيريشن اللي بنقول عليه هنا في الحاله ديت الجليبورايد او الجليبن كيلامايد. طب الميتابوليزم بتاع الجليبن كيلامايد لو ركزنا بس على السايكل هو اكسايل مويت اللي في اخر المركب اهي ديت، يا اما بتدخل او اتش في رقم 4. تمام. وساعتها بتكون في ترانس اورينتيشن. احنا زي ما اتفقنا يا شباب قلت لكم اعتقد في المحاضره بتاعت التاموكسفين قلنا ستيس وترانس مش للدبل بوند بس، بنقولها للسايكليك ستراكشر وبنقولها للدبل بوند. فانا عندي هنا سايكليك ستراكشر اهو. تمام. يبقى المركب كله فيه مثلا ابوف ذا بلين، يبقى الثاني الاو اتش ديت فيه عكسه في بلو ذا بلين. تمام. بنقول عليه ترانس فور هيدروكسي جليبورايد. او يدخل في رقم 3، ولو دخل في رقم 3 للسايكل هيكسايل مويتي بيبقى في نفس الاورينتيشن. تمام. بتاعت بقيه المركب بتاعت الجليبورايد فيقولوا عليها بقى سيس 3 هيدروكسي جليبورايد. تمام. ده الميتابوليزم بتاع الجليبورايد او الجليبن كيلامايد. نيجي بعد كده يا شباب نتكلم على السيرفد جينيريشن عندنا. تمام. طبعا بتتميز السيرفد جينيريشن سلفونايل يوريا ان هي رابيد اكتنج ليها شورت ديوريشن اوف اكشن كانسولين سكتها جوب،
ولكن بتتميز عن الفيرست والسكند جينيشن ان هي قدرتها على تحفيز البنكرياس لاخراج الانسولين بتخرجه بكميات اقل، بتخرج الانسولين من البنكرياس بشكل اقل بكتير من اللي بيحصل في الفيرست والسكند جينيريشن سلفونيلرابيا، لكن بتعتمد مينلي الاكشن بتاعها اكتر او بشكل اكتر على الاكسترا بنكرياتيك اكتيفيتي. تمام، ان هي زي ما بتحسن الانسولين ريزيستنس، بتحسن استجابه الخلايا للانسولين. تمام، فهي الشاهد ان هي بتتميز عن الفيرست والسكند ان هي ليها اكسترا بنكرياتيك اكتيفيتي، فده الرول اللي اكتر بتعتمد عليه عن ان هي تخرج انسولين من البنكرياس زي اللي بيحصل في الفيرست والسكند. وبالتالي اقدر استنتج ان هي السايد افكتس بتاعه السلفونيليوريا في السيرلا تبقى زيهم ولا اقل. لا طبعا تبقى اقل، تبقى السايد افكت اللي كانت بتحصل في الفيرست والسكند اللي قلنا الهايبوجلايسيميا والويت جين تبقى اقل في السيرلا لانها بتعتمد مين على الاكسترا بنكرياتيك اكتيفيتي، وخروج يعني تحفيزها البنكرياس لخروج الانسولين بتبقى اقل بكتير. تمام، مثال عندنا للسيرب ديجنريشن ديت اللي هو الجليمبرايت. تمام اهو، ارايل كاربوكساميدو اسايل لينكر اهو، برضو ده ارايل كاربوكساميدو اسايل. تمام، وده في بنزين والسلفونايل يوريا، وادي سايكلو برضو اكسايل جروب. ده طبعا الاستراكشر، طبعا هنا في ميثايل رقم 4 على السايكلو اكسايل، فبنقول عليه المركب كتوتال الجليمبرايت، طبعا موجود في دواء الشهير بتاعنا اللي هو الامرال. تمام، طيب نيجي لتاني حاجة من الانسولين سكريتاجوج اللي هو الميجليتينايد. تمام، ده بيقول عليه احيانا النون سلفونايل يوريا انسولين سكريتاجوج. مثال عندنا هو الريباجلينايد. تمام، الريباجلينايد طبعا موجود في دواء برضه مشهور اسمه جلوكونول. تمام، طبعا هنا عبارة الاستراكشر بتاعه طبعا في امايد بشبكة بميثايل على بنزين، بنزين على كربوكسيليك وايسوكسي، وهنا برضو شبكة على بنزين والبنزين شبكة على بيبريدين. تمام، وجدوا ان الريباجلينايد دوت بيبقى 10 مرات مور بوتنت عن الجليبين كلامايد او الجليبرايد اللي هو سكند جنريشن سلفونايل يوريا. تمام، ولكن برضو ليه بعض السايد افكت لان هو محفز لخروج الانسولين من البنكرياس، فبالتالي بيعمل هايبوغلايسيميا وبرضه بيعمل ويت جين زي الفيرست والسكند جنريشن سلفونايل يوريا. طيب نيجي لتاني كلاس من الانتي دايابيتيك اللي هو الانسولين سنسيتايزنج ايجنت. دي يعني مركبات ما بتحفز الانسولين ان هي تطلع، اسف، ما بتحفز البنكرياس ان هي تطلع انسولين، ولكن بتشتغل بشكل اخر ان هي بتحسن استجابه الخلايا للانسولين. نقدر نقول بشكل اخر ان هي بتقلل او ريديوس الريسبتورز ريزيستنس اللي بتاعت الانسولين اللي كانت بتحصل في الشخص الدايبتيك. تمام، طبعا اول كلاس عندنا اللي هي الباي جوانايدز. تمام، طبعا ده الاستراكشر بتاع الباي جوانايدز. طبعا احنا عارفين ده لو قسمت كده ده المركب ده لوحده، المايت دي كده لوحدها اسمها جوانيدين. لما بيحصل بقى تو جوانيدين مع بعض ويديني الشكل ده بنقول عليها باي جوانايد. حتى دوت لما بيحصل له هيدروليسيس بيطلع يوريا ويطلع امونيا. تمام، ما علينا من هذا، المهم يبقى ايه ده الستراكشر او المويت بتاعت الباي جوانايد. تمام، طب بتشتغل ازاي؟ طبعا زي ما قلنا بتحسن التيشو سنسيتيفيتي بتاعتي للانسولين. تمام، وبتقلل الانتستاينال ابزوربشن بتاعت الشوجر، بتقلل امتصاص الامعاء للشوجر، وبالتالي بتقلل نسبيا دخول الجلوكوز للدم بعد الوجبات. تمام، مثال طبعا الشهير بتاعنا للباي جوانايز اللي هو الميتفورمين الموجود طبعا في الجلوكوفاج، هو بالظبط الباي جوانايد، لكن ان اتش 2 ديت التيرمينال عمل لها سبستيوشن ب 2 ميثايل جروب اهو، فبقى عندي كده الميتفورمين. طبعا بيستخدم لوحده الميتفورمين او مع بعض السلفونايل يوريا في علاج التايب 2 دايابيتس. تمام، طبعا بيبقى دراج اوف تشويز للناس الاوبيس، للناس الاوبيس والاوفر ويت. ليه؟ وجدوا ان الميتفورمين ليه قدره ان هو بيقلل الابيتايت. تمام، فبيقلل الاستجابه بتاعت ان الشخص ياكل كتير، في نفس الوقت وجدوا ان هو بيعمل اعاده توزيع للفاتس في الجسم. تمام، وبعض الابحاث، خلي بالك بعض الابحاث المعلومه دي برضو محتاجه تاكيد برضو يعني، بس بعض الابحاث بتقول
قريت ان بعض الابحاث بتقول ان الميتفورمين بيشتغل اكتر على الناس الدايابيتك في علاج الاوبيستي. يعني لو واحد اوبيس ودايابيتك الميتفورمين زي الفل معاه، هيقلل الاوبيستي. واحد اوبيس مش دايابيتك ممكن ما يشتغلش زي الشخص الدايابيتك. واصله دي؟ بس ده بعض الابحاث وليست معلومه اكيده. تمام. زي ما اتفقنا طبعا ان الميتفورمين ما بيعملش سيميليشن للريليز بتاع الانسولين، هو مش انسولين سكريت اجوج. تمام. طبعا الثيرابيوتيك افكت بتاعته هي بتحتاج وجود الانسولين، يعني هو ما بيخرجش انسولين ولكن عشان يشتغل محتاج وجود انسولين. انا هستفيد ايه وانا بحسن استجابه الخلايا للانسولين ومفيش اصلا انسولين؟ تمام. يعني واحد دايابيتك من النوع الثاني وحصل بروجريشن للديزيز لدرجه ان بكاس شبه خلاص ما عادش بيطلع انسولين، طب انا هديله ميتفورمين ازاي؟ ما هو الميتفورمين هيحسن استجابه الخلايا للانسولين زي الفل. طب في الجسم بقى في انسولين؟ مفيش، شبه معدوم. فالميتفورمين كده هيشتغل ولا حاجه. فاحيانا طبعا زي ما احنا عارفين ان تايب 2 ممكن بيلجا بقى في الليت ستيجز بتاعت بقى تقدم الدايبيتك ديزيز بتاعه ان هو يحتاج انسولين زي تايب 1. طبعا تايب 1 وش من الاول كده بياخد انسولين. تمام. طبعا ما بيعملش هايبوجلايسيميا زي ما اتفقنا لانه مش انسولين سكريت اجوج زي السلفونيلوريا والميجليتونايت. وزي ما قلنا ان هو للاوبيس بيقلل الابيتايت وبيعمل اعاده توزيع للدهون في الجسم. طب نيجي لتاني حاجه من الانسولين سينسيتايزنج ايجنت اللي هو سايازوليدين دايون، او بيقول عليها احيانا تي زد، او بيقول عليها الجليتا زول من اسمها سايازوليدين. تمام. يبقى في كده حلقه او ال دي، الاو ال دي تديك انديكيشن او انطباع ان انا عندي حلقه خماسيه. سايازا يبقى فيه سلفر وفيه نيتروجين، ايدين يبقى ساتوريشن بس في داي اون يبقى فيه تو كابل. اهو الاسم اداك انطباع عن الاستراكشر بتاعه. اهو دي السايا زوليدين، اهو الثايا زوليدين داي اون الاستراكشر بتاعه اللي بنقول عليها بقى الكلاسكا كل الجليتا. الميكانيزم اوف اكشن برضه نفس الفكره، بيحسن استجابه الخلايا للانسولين فبيقلل الانسولين ريزيستنس. تمام. برضه نفس الفكره زي الميتفورمين، بيعتمد في شغله زي ما اتفقنا على وجود الانسولين. تمام. مش هينفع ان هو يشتغل ومفيش اصلا انسولين في الجسم. تمام. طبعا برضه بيشتغل لوحده او احيانا بيحطوه مع بعض الانتي دايابيتيك الاخرى زي الميتفورمين وزي السلفونيلوريا، وممكن يتاخد حتى مع الانسولين. تمام. كحاجه مساعده يعني. طيب نيجي للصار بتاع الصايا زوليدين دايون هايبو جلايسيميك. ده طبعا الاستراكشر بتاعه بتاع الصايا زوليدين، ده الاستراكشر فيتشرز او الفارماكوفوريك فيتشرز المفروض تبقى موجوده. تمام. الفارماكوفوريك فيتشرز طبعا انا لو تلاحظ هتلاقيني مقسمهم A وB وC. اول حاجه لازم يكون في المويتي A ديت عباره عن هيدروفيليك، انا اسف اسيدك هيد، عباره عن اسيدك هيد. البي ده عباره عن لينكر، والسي ده عباره عن لايبوفيليك تي. لايبوفيليك تي خلاص، اسيدك هيد لينكر ثم لايبوفيليك تي. تمام. اول حاجه الاسيدك هيد. تمام. تتوقع الاسيدتي بتاعت المويتي دي، الكلام بقى متكرر ليه؟ اهو اكيد عشان الاتش ديت. ليه؟ عشان هي واقعه تحت تو اندكتيف افكت بتاع التو كربونيل. تمام. فقد تكون عندي سايازوليدين دايون زي الحاله ديت، او اوكسازوليدين دايون يعني بدل السلفر دي حطيت مكانها اكسجين اهو، او قد تكون الفا سبستيتيوت كربوكسيليك. مش لازم يكون هيتيرو ارايل رينج، يعني مش لازم يكون في هيتيرو اروماتيك رينج هنا. تمام. لو في الفا سبستيتيوت كربوكسيليك مويتي زي ده، ده طبعا هنا الالفا كربون. تمام. يكون الفا سبستيتوت وجدوا ان ليها اكتيفيتي يعني متكافئه نسبيا مع السايازوليدين او الاوكسازوليدين دايونز. تمام. فده حاجه اسينشال للاكتيفيتي ان هو يكون في اسيديك هيد. تاني حاجه او الحاجه اللي هي بنقول عليها البي، يكون في لينكر. اللينكر ده يكون عباره عن فينوكسي ايثايل. فينوكسي ايثايل. تمام. ولا واضح ان انا محدد في كلامي، بقول فينوكسي ايثايل، يبقى اللينكر ده او CH2 ديت ال N بتاعتها تكون مضروبه في كام؟ في 2.
تمام، لان تكون باتنين يعني هنا اللينكر بتاعي ايثايل فينوكسي ايثايل، ده اوبتيمم للاكتيفيتي. زادت قلت بيقلل او بيأثر على الاكتيفيتي بتاعته، الاكتيفيتي بتاعت الماركر. تمام، طيب البارت سي بتاع الماركر بتاعي او المكون رقم 3 اللي قلنا اللي هو اللايبوفيليك تير. تمام، ده اكيد هدخل فيه لايبوفيليك مويتز، قد تكون اروماتيك او هيتيرو اروماتيك جروب. تمام، طبعا مثال عندنا للجليتازونز او السيازوليدين دايونز دوت اللي هو الدواء برضو الشهير اللي هو عندنا البايوجليتازون موجود في الاكتوس. تمام اهو، تعال نطبق السطر بتاعنا، ادي الهيدروفيليك هيد، اسف مش عارف ليه مصمم اني هيدروفيليك هيد، الاسيديك هيد تمام اللي هو السيازوليدين دايون. تمام، وفي الفينوكسي ايثايل لينكر، وفي الهيتيرو اروماتيك لايبوفيليك تي، ده هيتيرو اروماتيك لايبوفيليك تي، ده الاستراكشر كتوتال اسمه البايو جليتازون. نيجي لرقم 3 الالفا جلوكوسيديز انهبيتورز. طبعا الالفا جلوكوسيديز ده يا شباب ده انزيم موجود في البرش بوردر بتاعت الامعاء الانتستين. تمام، بيعمل ايه الانزيم ده في الطبيعي؟ الانزيم ده في الطبيعي بيكسر الاوليجوساكرايدز البوليمر تشينز من الساكرايد اللي هي بتبقى من حوالي من 3 ل 10، يبدا يكسرها ويطلع المونيمرز. تمام، او مونوساكرايد اللي منها قد تكون الجلوكوز. قال له طب والله، طب ما يعني ايه رايكم نشتغل عليه؟ قال له ازاي؟ قال له احنا جبنا مركب وقفلنا الانزيم ده بس بشرط. قال له خير؟ قال له اقفله لي بشكل ريفرسبل، ما بقاش الريفرسبل، لا اقفله لي بشكل ريفرسبل، لان يعني انا محتاجه بس انا اقفله بس مؤقتا. طب هستفاد ايه؟ قال لك لا، هتستفاد لما انا هقلل الريت بتاع تكسير الاوليجوساكرايد ويبدا يطلع لي الجلوكوز بشكل ابطا، فانا كده بعمل حاجه اسمها ايه؟ بقلل البوست برانديال جلوكوز ليفل. تمام، بقلل البوست برانديال جلوكوز ليفل اهو، هنا بعمل ريفرسبل انهبيشن. تمام، للالفا جلوكوزيديز دوت. طب الهيدروليسيس دوت بيبقى بتاعه الاوليجوساكرايد ما بتبقاش بلوكت ولكن ديليد، جاست ديليد. فبالتالي لما في بعض الناس الدايبيتيك لما بيجي ياكل اكله، هوب الشوجر البلاد شوجر ليفل بتضرب فوق في السقف. تمام، فانا لما اخد الفا جلوكوسيديز انهبيتور ديت اخلي معدل تكسير الاوليجوساكرايد ابطا، هي ما بتوقفش ولكن ابطا، وبالتالي الجلوكوز اللي بيخرج في الدم بيطلع بشكل ابطا واحده 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 واحده، وبالتالي اقدر اعالج اللارج بوست براندل، بوست براندل اللي هو بعد الوجبات، بوست براندل جلوكوز ليفل. تمام، طبعا هو ملوش علاقه هنا خالص بالانسولين، ولا انسولين بقى يبقى موجود معاه، ولا هو اصلا بيزود خروج الانسولين على عكس الميتفورمين او عكس اللي هو البايجوانايتس والسيازولدين دايونز. تمام، مش محتاج اصلا الانسولين خالص في شغله. تمام، طبعا وبالتالي طبعا هو ما بيخرجش انسولين، فما بيعملش اصلا هايبوجلايسيميا ولا ويت جين. مثال عندنا للالفا جلوكوسيديز انهبيتور اللي هو دواء اسمه الميجليتول، في حاجه اسمها الاكربوز بس هنكتفي بمثال واحد اللي هو الميجليتول. تمام، ده الاستراكشر بتاعه اهو، حلقه بيبريدين. تمام، وعليها بقى بولي الكول. تمام، طبعا حاجه بقول لك ان هي دايما للناس اللي هم عندهم اول ما بياكل الاكله الشوجر ايه ليفل بتاع البوست براندل جلوكوز ليفل بتبقى عاليه جدا، فهو طبعا يفضل ان انا ما اخدوش بعد الاكل. تمام، يفضل عشان الحق البيشنت بتاعي والدواء يبدا يشتغل مع، يبقى في تناسق او هارمونايزيشن مع الوجبه اللي بياكلها، باخد الدواء دوت طبعا في بدايه الاكل، بحيث وقت ما يخلص الاكل يكون الدواء بتاعي وصل للاكتيف سايت اللي هو بتاع الالفا جلوكوسيديز، ويبدا يقفله لي ريفرسبلي. تمام، وبالتالي يبدا يقلل البوست برانديال. تمام، فاحصل على ماكسيمال افكت. طبعا الميجليتول ما بيحصلوش ميتابوليزم خالص، هو اصلا لوحده بولر جدا زي ما احنا شايفين فيه او اتش كتيره. تمام، فما بيحصلوش ميتابوليزم، وبيخرج طبعا البولاريتي بتاعته بتخليه يخرج بسهوله جدا مع اليورين من الكلى. تمام، نيجي للكلاس رقم 4 من الانسولين سنسيتايزنج ايجنت، حاجه اسمها الدي دي بي 4 انهبيتورز او بنقول عليها الجليبتنز. تمام، طيب الجليبتنز طبعا ديت او الدي دي بي 4 انهبيتورز، ايه الدي دي بي 4 دوت؟ الاول الدي دي بي 4 ده حاجه اسمها داي بيبتيدايل بيبتايتيز 4.
تمام. الدي دي بفور ده اختصار لانزيم تمام اسمه الداي بيبتيدايل بيبتايديز 4. طيب ايه الحكايه بتاعت الانزيم دوت؟ قال لك وجدوا ان الدي دي بي 4 دوت او الداي بيبتيدايل بيبتايديز 4 ده انزيم مؤذي بيكسر ناس طيبه جدا هرمونات طيبه جدا بتطلع من الجي اي تي تمام، اسمها الانكريتنز اللي هو حاجه مثال عليها زي حاجه اسمها جي ال بي 1 والجي اي بي تمام، جلوكاجون لايك بيبتايد والجاستريك انهبيتوري بيبتايد تمام. ايه الانكريتنز دي بقى؟ ديت اللي هو الدي دي بي 4 المؤذي ده بيكسرها. الانكريتنز دي هرمونات طيبه بتعمل تحفيز للبنكرياس ان هو يطلع الانسولين من البيتا سيلز تمام، وتمنع الالفا سيلز بتاعت البنكرياس ان هي تطلع الجلوكاجون، والجلوكاجون ده برضو من حاجات عكس الانسولين بيزود البلاد شوجر ليفل وبيقلل الانكريتنز، برضو بتقلل معدل الهضم وبتقلل الشهيه بتقلل الابيتايت. فالاوت كام او الاوفر رول اكشن بتاع الانكريتنز تحس ان هي ماشيه في اتجاه ايه؟ ان هي بتقلل السكر عن طريق زي ما قلنا بتزود الانسولين فبالتالي بتحرق شوجر، بتقلل او بتمنع خروج الجلوكاجون اللي هو كان بيرفع السكر، وفي نفس الوقت بتقلل معدل الهضم وبتقلل شهيه الشخص للاكل، بتقلل الابيتايت. فكلها الاوفر رول اكشن بتاعته ماشيه في سكه ان هو بيقلل مين؟ البلاد شوجر ليفل. مين بقى اللي بيكسره ويمنع شغله دوت؟ المؤذي الدي دي بي 4. قالوا خلاص والله نجيب الانزيم ده من قفاه نقفله بالدرج. فبداوا يعملوا الدي دي بي 4 انهبيتورز او الجليبتنز تمام. اللي مش فاهم اهو اعتقد السكيما صوره يعني تغني عن 1000 كلمه زي ما بيقولوا. انا عندي اهو ده الانكريتنز تحفز الانسولين وتمنع خروج الجلوكاجون، فيبقى النت ريزلت في الاخر ان هي بتقلل البلاد جلوكوز ليفل. يجي بقى الدي دي بي 4 ده بيعمل لهم انكتيفيشن تمام. قالوا خلاص يبقى احنا نقفل الدي دي بي 4 دوت تمام، وبالتالي الانكريتنز هتزيد في جي اي تي وبالتالي هقلل البلاد جلوكوز. طبعا بيقول لك ليه افضل اكتيفيتي احصل عليها يفضل في الجليبتنز بتاعتي ديت ان هو يكون في بيزك امينو جروب تمام. البيزك امينو جروب ديت بتخليه المركب بتاعي يشبك مع الامينو اسيد الموجود في الدي دي بي 4 بالتحديد اللي هو الامينو اسيد برولين تمام، فبيحسن الاكتيفيتي تمام. يكون في امينو جروب تمام، البيزك امينو جروب دي تشبك مع البرولين الامينو اسيد برولين الموجود في الدي دي بي 4 تمام. وقالوا برضو بجانب يكون في بيزك امينو جروب يكون في الكتروفيليك جروب زي السيانو. وجدوا ان الكتروفيليك جروب ديت اللي بتبقى زي السيانو بتشبك مع امينو اسيد اللي هو السيرين تمام، اللي برضو موجود في الدي دي بي 4 بتعمل كوفيلنت ادكت ايرفيرسبل كوفيلنت ادكت مع الدي دي بي 4 فبتحسن الاكتيفيتي. السيانو دي بتبقى موجوده في حاجه زي الفيلتا جليبتن والساكسا جليبتن ككيميكال ستراكشر عليك بس اللي هو الساكسا جليبتن تمام. الساكسا جليبتن طبعا لقيت في الامتحان في امينو وفي سيانو تمام، وعندك حلقه بايروليدين وعليها سايكلوبروبايو الستراكشر بتاعها واضح جدا تمام. فده طبعا يبقى كده في وش انا بتكلم في ناحيه ايه؟ في سكه ايه؟ الساكسا جليبتن تمام. نيجي بعد كده لاخر كلاس عندنا اللي هو الجليفلوزينز او الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتورز. بصوا يا شباب، وجدوا ان في بعض الترانسبورت بروتين الموجوده في الكيدنز اللي بتعمل عمليه اعاده الجلوكوز اللي في الكيدني تبدا ترجعه تاني للدم تمام. عملية إعادة الجلوكوز الموجودة في الكيدني للدم مرة أخرى بتتم من خلال بروتين أو ترانسبورت بروتين في الكيدني اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 تمام. من اسمه هو تحس إن هو بيعمل إيه؟ بيرجع الصوديوم وبيرجع الجلوكوز معاه تمام. من اسمه SGLT2 أو صوديوم جلوكوز ترانسبورتر تمام. فده زي ما قلنا بيرجع الصوديوم ومعاه بيرجع الجلوكوز الترانسبورتر ده للدم مره اخرى، يرجعها من اليورين الى الدم مره اخرى. فالناس بداوا يفكروا
كل دي استراتيجيات مختلفة عشان أبدأ أعالج الدايابيتس. قالوا طب والله إحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة. قالوا خير. قالوا طب إيه رأيكم نقفل البروتين ده، الترانسبورت البروتين ده اللي موجود في الكدم؟ لو قفلناه فأنا كده بمنع إعادة أو الري أبزوربشن بتاع الجلوكوز للدم مرة أخرى، بمنع رجوع الجلوكوز مرة أخرى للدم. فبالتالي الجلوكوز هيمشي ويروح فين؟ مع اليورين، ويقلل نسبته في الدم. تمام؟ أهو. طبعا هنا يعني مثال عندنا للجليبتنز، اسف للجليفلوزينز، تمام، او الاس جي ال تي 2 انهبيتورز اللي هو الكانا جليفلوزين. تمام، لو لقيت استراكشر عليه جلوكوز مويتي، تمام، يبقى وش كده ده ايه؟ يبقى انا كده في نطاق الجليفلوزين، او بالتحديد الكانا جليفلوزين. طبعا لو انت خدت بالك هو هنا عمل دراج فيه جلوكوز عشان يخدع مين؟ يخدع ده، يخدع الترانسبورتر البروتين ده، يشبك معاه على انه جلوكوز لوحده، هو مش واخد باله من الحته دي كلها. فيبقى المركب دوت يشبك نتيجه للستراكشر سيميلاريتي انه فيه جلوكوز، بس شابك بقى عليه المويتي دي كلها. طبعا هنا في حلقه بنزين على سايوفين على بارافلورو بنزين، تمام، شبكه فيه جلوكوز. فالترانسبورتر ده بروتين الموجود في الكدني يتخدع بالجلوكوز ده ويشبك على انه جلوكوز بس، تمام، وبالتالي يتقفل ويجي الجلوكوز بقى يشبك معاه، ما يعرفش يشبك، فبالتالي بدل ما يرجع للدم ينزل في مين؟ ينزل في اليورين. تمام، طبعا وجدوا ان الكانا جليفلوزين يعيبه ان هو بيزود الانسيدنس بتاعت الليج اند ارم امبيوتيشن، بعمليه بتر الساق والساقين، تمام، بتزيد في استخدام الكانا جليفلوزين. ليج اند ارم امبيوتيشن، اي ام بي بيفور بين طبعا U T A T I O N، تمام، وده عيب الكانا جليفلوزينز. اه طبعا ده ترانسبورتر بروتين، تمام، بتاعنا اللي هو الاس جي ال تي 2، زي ما انت شايف اهو بيرجع الصوديوم والجلوكوز من اليورين ويرجعهم تاني لمين؟ للدم. تمام، طبعا انا بقفل الريسبتور ده. طبعا للعلم بالشيء، ما اعرفش انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، الناس حتى اللي بتقرا ابحاث وكده مهتمه بالمواضيع ديت، لما تلاقي في حاجه في رسمه عليها الحرف التي الطويله دي، ده معناها انهبيتور. يعني حتى لو ما عملتش علامه الماينس ديت من غير، احيانا ممكن ما اعملهاش، يعني علامه الماينس دي معناها انهبيتور، دي ممكن ما احطهاش، جاست ان انا اعمل لك التي دي والعصايه بتاعتها طويله سنه دي، دي معناها انهبيتور. خلاص، فبنقول عليها ده الاس جي ال تي 2 انهبيتورز. تمام، هي بتقفل الترانسبورتر دوت، وبالتالي تخلي الجلوكوز ينزل في اليورين وما يرجعش تاني للدم. تمام، طبعا انا مش عايز ادخل لكم في نطاق بقى حاجات تانيه، في عندي حاجه اسمها السيمبورتر والانتيبورتر، هنتكلم باذن الله عليها ممكن في سنه خمسه، هتطرق ليها اكتر في سنه خمسه. يعني هنا بنقول عليه سيمبورتر لانه بياخد اتنين في نفس الاتجاه، هنا بنقول عليه انتيبورتر يعني بيدخل حاجه قصادها بيخرج حاجه تانيه، ده خرجه ودخل قصاده بوتاسيوم وهكذا. مش عايز اتطرق للحاجات دلوقتي عشان ايه، مش عايز نطول في التسجيل. اخر حاجه وان شاء الله مش يعني مش هستفيد بيها، مش هستفيد فيها باذن الله، اللي هو الدايجنوستيك ايجنتس. تمام، اتكلم بس نبذات مختصره. طبعا احنا عارفين الدايجنوستيك ايجنت دي مركبات بنستخدمها في الدايجنوسيس، لما يبقى عندي حاجه امبيرد في بعض الاورجنز او في بعض الابنورمالتيز اللي انا عايز اعمل لها ديتكشن، فبلجا لاستخدام الدايجنوستيك ايجنتس. تمام، بنقسمها الى راديو اوبيك بنستخدمها في الراديوجرافي، او بعض الكومباوند فور تيستينج فانكشن كاباسيتي بنقيس بيها بعض الفانكشن بتاعت بعض الاورجنز، او الراديو فارماسيوتيكالز بعض النظائر الصيدلانيه المشعه. طبعا اول حاجه عندنا اللي هو راديو اوبيك بنستخدمه في الراديوجرافي، قد تكون حاجه ان اورجانيك طبعا زي الشهير الباريوم سلفيت اللي بيستخدموه في الاكس راي اكزامينيشن للجي اي تي، تمام، او قد تكون حاجه اورجانيك ايودينيتد راديو اوبيك، ده مثال عليها الدايا ترايزويت صوديوم، الدايا ترايزويت صوديوم، تمام، ده مثال للاورجانيك ايودينيتد راديو اوبيك سبستنس. تمام، دايا، تمام، يوحي ان هو فيه داي امايد او داي اسيتامايد، فعشان كده بقول دايا، في تراي ايودايد مايتي اهو، ده يود 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 في تراي ايودين، فاقول عليه دايا ترايزويت. خلاص، دايا ترايزويت عشان فيه تو اسيتامايد في ثلاثة ايودايد. تمام،
طبعا الدايترايز ويت صوديوم ده بيستخدم ككونتراست ايجنت، تمام، بيستخدموه عشان نعمل فيجواليزيشن للفينز او اللي بعض الحاجات اللي هي في جوينتس، في احيانا في السبلين، في اليورناري سيستم بيستخدموا برضو فيها الدايترايز ويت صوديوم طبعا، وبالتالي يشوف اي انورماليتي. طب تاني تقسيم عندنا في الدايجنوستيك اللي هو الكومباوند اللي بنقيس بيها بعض الفانكشن كاباسيتي بعض الاورجانز، تمام. هناخد مثال للايجنت اللي بنستخدم في تحديد الكيدني فانكشن او اختبار الكيدني فانكشن. مثال عندنا عن اللي هو الامينو هيبيوريت صوديوم، امينو هيبيوريت صوديوم، تمام. طبعا الاستراكشر ده من غير الامينو جروب ده اسمه هيبيوريك اسيد، يعني بنزين عليها امايد عليها شبكه بيميثايل على كربوكسيليك اسيد، تمام، ده بنقول عليها هيبيوريك اسيد، تمام. لما بعمل صوديوم سولت للكربوكسيليك وبدخل امينو جروب في البار بوزيشن لحل البنزين بنقول عليها امينو هيبيوريت صوديوم، تمام، او امينو هيبيوريت صوديوم، تمام. لكن اللي هو باللون الاخضر ده او في الاطار الاخضر ده، ده اسمه هيبيوريك اسيد، تمام. وزي ما قلنا ده بيستخدموه ان انا اعمل اختبار للكيدني فانكشن. طيب ثالث مثال عندنا او ثالث تقسيمه للدياجنوستيك ايجنت اللي هو راديو فارماسيوتيكالز اللي قلنا عليها نظائر صيدلانيه المشعه عليها راديو ايزوتوبس. طبعا مثال عندنا للكوبالت 57 و58 بيعملوا بيها ديتكشن للبرنيشيوس انيميا، تمام، بيستخدموها في البرنيشيوس انيميا. في عندنا الايودايد 131 او الايودين 131 والكروميوم 51، وده بيستخدموه في تعيين البلاد فوليوم، بيستخدموه في تعيين البلاد فوليوم. طبعا كده الحمد لله وصلنا لاخر جزء في المحاضره واخر جزء في المنهج بتاع ميديسينال كيمستري 1. الحمد لله طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا المنهج، واسال الله طبعا الاخلاص والقبول. دايما نصيحتي ليكم حاولوا تخلوا عملكم كله لوجه الله، حتى المذاكره، حتى المذاكره، فرب نية ابلغ من عمل، تمام. ممكن واحد سبحان الله بيبقى قاعد بيذاكر مثلا وقت بسيط، بس هو بنيته بيقول يا رب انا بذاكر عشان انفع نفسي وانفع الناس. في واحد بيذاكر عشان يتقال ان هو بيذاكر، يتقال ان هو مثلا شاطر، يتقال ان هو دكتور في الجامعه، يتقال ان هو معيد، تمام. فده ظاهريا قدامنا قدام عينينا، ده قد يكون اللي هو عمال نيته مش متظبطه افضل، ولكن اللي هو نيته احسن مظبطها هو ده عند ربنا افضل. فانت دايما حاول اكسب الاثنين، اكسب دنيا واخره. حاول تبقى تخلي مذاكرتك اجتهادك خالص لوجه الله، فتبقى كسبان دنيا واخره، تمام. طبعا نصيحتي ليكم ان انتوا تكونوا قريبين دايما من ربنا، بلاش لبعض الناس شغل الروشنه فهلاوة اللي هم عايشين فيه دوت، بلاش، خليك دايما قريب من ربنا. دي نصيحتي ليكم، يعني ان انتوا دايما تكونوا قريبين من ربنا. حدد هدف ليك، دايما يكون ليك هدف، تمام، هدف يكون كبير، تمام. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه ايه الفردوس الاعلى، دايما عينك على الاخرة وفي نفس الوقت بتسعى في الدنيا. والله جت ما جتش الهدف اللي انت عايزه جه، ما جاش، خلاص انت بتسعى، وليس الانسان الا ما سعى. فدايما اسعى وخلي عندك حسن ظن بالله واجتهد. الكومبيتيشن بتاع الصيادله دلوقتي عالي جدا نتيجه لتزايد الاعداد الكبير جدا، تمام. فده بيحتاج منكم مجهود اكتر، تمام. ولو سالت اي حد اتخرج هيقول لك يا ريتني كنت في كليه تعبت سنه كمان. شغلي اي حد، تمام. حاولوا تتعبوا، اجتهدوا، خليكم قريبين دايما من ربنا، مش قريبين مصلحه، لا، قريبين دايما من ربنا في كل حياتكم. احنا مش هنحتاج ربنا في الكليه وبعد ما نتخرج، لا خلاص، لا طبعا، كل حياتك انت محتاج ربنا. خليك قريب من ربنا، هل عندك هدف، تمام، اجتهد بقدر ما تستطيع بدون ما تحمل نفسك فوق استطاعتها، وان شاء الله ربنا باذن الله هيكرمكم. طبعا زي ما انتم شايفين pain is temporary but a pride is forever، تمام. ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. ده طبعا كوتشينير كده بسيط دايما بعمله مع الطلبة بتوعي، متعلق بالجزء بتاعي، يعني السؤالين دمت اللي انتم شايفينهم، ما هو مدى رضاك واستفادتك العلمية لهذا الجزء المقرر، تمام، وكيفية تطوير المحتوى العلمي.
طبعا انا دايما بسال السؤالين دول. انا يعني مش عايز اقول لكم كم الاستفادات اللي اخذتها من زمايلكم في السنين اللي فاتت، كانوا دايما بيقترح عليا اقتراحات عملتها لهم، وكانت لله الحمد لله الاوت كام بتاعها كويس جدا. تمام، الناس كانت بيقول لي يا دكتور عايزين السلايد ما تبقاش مثلا مسحومه، عايزين يا دكتور معلش الاستراكشر تبقى بالالوان، مش عارف عايزين ايه. المهم كانوا بيطلبوا حاجات، والحمد لله طبعا في قدر المستطاع اتعمل، فده كان ليه اوت كام حلو. تمام، فاي راي ليك لازم تبقى، لو انت عايز تبقى مبدع في حياتك لازم ما تخافش، الابداع عكس الخوف. تمام، فمش عايزك تخاف، قول رايك تماما. تمام، والنيجاتيف فيدباك بالنسبه لي احسن من انت تضحك عليا وتقول لي بوزيتيف فيدباك وانت من جواك لا. تمام، فانا برحب بالاجابات خاصه اللي هي النيجاتيف فيدباك، او اللي هو يقول لي في كان عندي مشكله في الحته الفلانيه، كان المفروض الحته الفلانيه مثلا كانت محتاجه مثلا توضيح اكتر، كانت محتاجه مثلا ده يتعامل فيها كذا. انا بتقبل جميع الاراء، ما عنديش اي مشكله خالص. تمام، عندي حاجه تفرحني مش حاجه تضايقني خالص، اما هو نقد بنا. طبعا اللي حابب يبعت اجاباته على الواتس ده، ما اعرفش ده اللي كان السنه اللي فاتت او اللي قبلها، طبعا كنا بنبعته في ورقه. تمام، مش لاقي صح وسيله افضل من ان انا ابعت على الواتس. تمام، اللي حابب يبعت الاجابات بتاعت الكوتشنج بلوك. بس ان شاء الله نشوفكم على خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.